مشاهدينا حول العالم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم أفضل. ضيفنا لهذا اللقاء الدكتور إيهاب ببلاوي، أخصائي المناظير وبالذات مناظير الجهاز الهضمي والكبد. دكتور ببلاوي أهلا وسهلا بك. أهلا بك مدام ميرفت، مبسوطة أكون معاكم. إحنا سعداء جدا تكون معنا رغم ضيق وقتك، لكن أنا عارفة أنك من كل قلبك عايز تمجد الرب بكل وزناتك. أمين. الروحية والطبية أيضا. أمين. شكرا لك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أحبائي. قبل ما ندخل لجولة في الجهاز الهضمي بصحبة المناظير، بداية من الفم، فالبلعوم، فالمريء، فالمعدة، فالأمعاء الدقيقة، فالأمعاء الغليظة، فالمستقيم وإلى أخ. تعالوا مع بعض نهدأ قدام ربنا ونقول يا رب محتاجين نيجي بكل ظروفنا الشخصية جدا، بكل عائلتنا، بكل بلدنا، بكل الأمور السياسية اللي شغلة أذهاننا، بكل الأمور اللي تعبانة ومسببة لنا قلق. خلينا النهاردة نتعلم نقول لك كل اللي شغلنا هنجيبه ونحطه عند قدميك ونقول لك واثقين فيك، بنتكل عليك. بالذات لما مع بعض نسمع كلمات الترنيمة اللي جاية اللي بتقول كده: عمر ما حد اتكل عليك ورجع قال خب ظني وأملي، لكن كل اللي مسكوا فيك تنجدهم بمعونة تملي. تعالوا نسمع الكلمات دي. وأمالي لكن كل اللي مسكوا فيه
أحبائي مرة تاني برحب بيكم معانا علشان نبدأ حلقتنا اللي موضوعها مناظير الجهاز الهضمي والكبد. أحبائي، من أكتر الوسائل استخداما في هذه الأيام المناظير، وهي يمكن بدل ما كنا نعمل جراحات كبيرة يمكن عن طريق جرح صغير قطره ما يتعداش الـ2 سنتي يقدر المنظار يقوم بجراحات وكمان يقوم بتشخيص وأيضا بعلاج. عشان كده دكتور إيهاب، خلينا في الأول نتعرف على المنظار، نتعرف على مدى تطوره في كل المجالات، مجالات الجراحة والتشخيص والعلاج، لكن بصفة خاصة في مجال الجهاز الهضمي. هو أنا مبسوط إن حضرتك قلتي بصفة خاصة في مجال الجهاز الهضمي، لأن ده تخصصي. أنا أخصائي جهاز هضمي مش جراح، ده جزء من تخصصات أمراض الباطنة، فأنا مش جراح. المناظير اللي أنا بعملها مثلا بتدخل من الفتحات الطبيعية بتاعة الجسم. فمثلا المناظير العلوية ابتدت الفكرة، حضرتك تقصد المناظير العلوية اللي هي منظار الجهاز بتخص الهضمي العلوي، اللي بتخص الجزء العلوي من الجهاز الهضمي؟ صح، من اتفضل. الفم للبلعوم للمريء للمعدة لبداية الأمعاء الرفيعة اللي اسمها الـ12. ده فكرة كانت من واحد جريء زمان، دكتور، لما شاف الناس اللي بيلعبوا في السيرك مثلا. تلاقي واحد، لو تفتكروا الصورة بتاعت واحد بيعمل بقه لفوق قوي كده اهوت، وبيحاول يبلع سيف او يدخل سيف لفترة لجزء معين، لو المناظر ديت نفتكرها. فدكتور شاف الكلام ده وقال طيب لما الراجل ده بيدخل سيف، طب ما انا ممكن ادخل حتة انبوبة صغيرة كده في اخرها حتة نور واقدر اشوف ايه اللي بيحصل. وده كانت بداية المنظار البدائي خالص بتاع زمان. اتطورنا وبقى المناظير عبارة عن انبوبة طويلة، وكانت معمولة الأول من حاجة اسمها فايبر أوبتكس. دلوقتي اتطورت أكتر ومعمولة من كاميرا فيديو صغيرة، ديجيتال كاميرا، في نهاية المنظار. وفي الناحية التانية في كنترول نوبز بنسميهم، زي حاجات تحكم تخلي الدكتور يقدر يتحرك، يتحكم في حركة المنظار بحيث إنه يحركه بسهولة من مطرح ما بيدخله لغاية لما المنطقة اللي عايز يوصل ليها. ده بالنسبة، فالمنظار مرن في نعم، كل مناظير الجهاز الهضمي. المنظار عبارة عن أنبوبة طويلة وبتتحرك بسهولة وبمرونة، بنسميها فليكسبل. تخن المنظار يمكن أقل شوية من صباعي ده. السمك، اللي سمك تخن المنظار، سمكه، أيوه. وده بس بيكشف الجزء العلوي من الجهاز الهضمي هما ده. مختلفين في الطول، لكن ممكن في مناظير خاصة للجزء العلوي، في مناظير خاصة للجزء السفلي اللي هو الكولونوسكوبي. الجزء العلوي يا دكتور حضرتك قلت بيستخدم ليه الفتحات الطبيعية وهي من الفم، خلال الفم. يس. طيب ده معناه ان هناك مناظير بتستخدم للجزء السفلي من الجهاز الهضمي، اللي هي الجزء اللي بعد الأذنية مثلا، ممكن مساحة القولون، وممكن الأمعاء الدقيقة، وجزء من الأمعاء الغليظة والمستقيم. بالظبط كده. يا ريت حضرتك تقول لنا كيف يستخدم هذا النوع من المناظير. قصد حضرتك ازاي بيتعمل؟ كيف يستخدم؟ هو بيستخدم انه علشان نشوف حاجات معينة جوه القولون، العيان لازم يكون متحضر وبيبقى نايم، بنديله أدوية في الوريد بتنيمه، والمنظار بيدخل بندخل المنظار من فتحة الشرج، وبيتقدم المنظار لغاية آخر القولون أو بدايته بمعنى أصح، اللي هو بداية ما بيبتدي عند الزايدة الدودية أو اللي هي الأبندكس، ومطرح ما بيدخل الأمعاء الرفيعة بتتقابل مع الأمعاء الغليظة في الحتة التحتانية من البطن على الناحية اليمين. إذا برضو من الفتحات الطبيعية، يس. يبقى منظار اللي هو بيحاول، يعني نقول منظار الاستكشافي للجهاز الهضمي السفلي، يستخدم عن طريق فتحة الشرج. صح. طب يا دكتور، هل ده بيحتاج لبنج؟ مش بنج بمعنى كأنه هنعمل عملية، لكن بندي أدوية في الوريد بيبقى لها تأثير كلي على الجسم، وبتبقى أدوية مهدئة وأدوية تقلل شوية من إحساس المريض بالألم أو بالوجع. بنستعمل يوجوالي أو عادة نوعين من الأدوية، حاجة زي الفاليوم وحاجة زي المورفين، بنستعمل الخليط مع بعض، فالعيان بيهدى وبينام، وبنقدر نعمل المنظار من غير ما العيان بيشعر بحاجة. طب لو سألني يا دكتور، ايه انواع المناظير؟ هل نفسه المنظار اللي بيقوم بعملية التشخيص هو المنظار اللي بيعالج ولا ايه؟ بالظبط كده، هو نفس المنظار. وعادة احنا اوقات كتيرة واحنا بنعمل المنظار
بنبقى عايزين نعمله علشان نوع من التشخيص، لكن نلاقي مشكلة معينة ممكن علاجها نعالجها في نفس الوقت بنفس المنظار. طيب ده معناه ان هو ممكن يكون بيعمل او بيجري عملية او استئصال لزوائد اثناء الكشف. بالظبط كده. يبقى هو منظار واحد هو منظار ولا واحد. اتنين منظار؟ عادة منظار واحد اللي احنا بنستعمله في نفس ما بنعمل. انا مش عايز اقول كلمة عملية، لان كلمة عملية بترتبط في اذهان الناس يمكن بفتح بطن او بحاجة زي كده. بالظبط. هي يعني اثناء المنظار نفسه بنقدر لو شفنا حاجة معينة محتاجة تتشال بنشيلها في نفس الوقت. ما بيحتاجش المريض يجي وقت تاني علشان نعملها مرة تاني. طب يا دكتور، ده برضو يقودنا لسؤال تاني، ايه هي دواعي استخدامه؟ انا امتى احتاج اعمل منظار؟ على حسب نوع المنظار وعلى حسب الشكوى بتاع المريض، ومرات ما بيكونش فيه شكوى لكن بنضطر نعمل المنظار علشان نوع من الطب الوقائي. مثلا منظار الجهاز الهضمي العلوي او بنسميه الابر اندوسكوبي، ده بيتعمل لشكاوي كتيره بتكون موجوده فيه، مثلا صعوبه في البلع، حد هو بيبلع بيحس انه الاكل وقف او بيحاول يبلعه بس بصعوبه، او البلع ممكن يكون مؤلم، او مرات كتيره يجي المريض يقول انه استفرغت دم مثلا او استفرغت حاجه بني، ده عباره عن دم بيكون قاعد في المعده بقاله شويه بس بعد كده رجعه، او وجع في اعلى البطن بيبقى عاده في صوره حرقان جامد. معلش دكتور، عايز ارجع لحتة القيء الدموي يس. واسأل حضرتك، نتيجة ايه القيء؟ ما هو ده بيبقى له اسباب كتير، وعلشان كده بنضطر ان احنا نعمل المنظار عشان نعرف الاسباب بتاعته ايه. لكن ممكن يكون السبب قرحة المعدة او قرحة الـ12، او ممكن يكون ورم عادة في المعدة، او ممكن يكون التهاب في المريء من الحموضة دي عادة، او ممكن طبعا دوالي المريء اللي عادة سببها امراض الكبد. دوالي المريء. يس. طب يا دكتور، هل بس حالة القيء ولا لو في مع براز مختلط مدمم او مختلط بالدم؟ التواليت المختلط بالدم دوت بيكون على حسب لون التواليت نفسه بنقدر نعرف الدم جاي منين بالظبط. يعني التواليت لما يكون اسود خالص، اسود مش غامق، اسود، ده معناته ان الدم جاي من فوق من عند المعدة بس قاعد شوية قبل ما ينزل، وعلى ما نزل لغاية تحت كان بقى لونه اسود. الدم اللي بيبقى نازل احمر في التواليت ده غالبا جاي من القولون بس مش جاي من المعدة من فوق. فبالتالي على حسب الشكوى اللي بيقولها لنا المريض بنقدر نعرف انهي منظار محتاجين نستعمله. طب ده يا دكتور بالنسبة للدم المختلط بالبراز، لو هو فاتح يبقى هو جاي من المستقيم او من المكان اللي قريب قوي من فتحة الشرج، فاتح احمر يعني اللي هو الاحمر الدموي وردي، الاحمر ده بيبقى جاي من القولون فريش من كده تحت. نقدر نقول عليه ده جاي بالظبط. من القولون من تحت، لكن اذا هو غامق فده معناه مصدره ابعد، المعدة اعلى. مثلا. مصدره اعلى من فوق بيبقى اسود مش غامق. انا احب اركز على كلمه اسود، العيان مش اسود. بيبقى مش بياخد باله ان التواليت نفسه بيبقى اسود وليه ريحه مميزه صعبه شويه. اسود وليه ريحه. طيب يا دكتور، حضرتك قلت القيء، هل القيء بنفس الشروط ممكن يكون مدمم بدم فاتح وغامق ولا ممكن ايه؟ ممكن. لو الدم الفاتح بتاع القيء بيكون يا اما جاي من المريء، من مثلا حاجه زي الدوالي بتاع المريء او قرحه المريء نفسه. لو غامق بيبقى جاي من المعده وقعد شويه فيها قبل ما المريض بيستفرغ، بيبقى الدم لونه بني او بيبقى عامل زي القهوه، يقول لك استفرغت حاجه زي القهوه، فدوت بيبقى دم قاعد في المعده بقاله شويه. دكتور، هل المنظار يتعامل مع القرحات النازفة؟ طبعا يا ريت حضرتك تقول لنا، دي حاجة مهمة دي ومنتشرة كتير قوي. القرحة اللي بتنزف كانت زمان سبب ان يتعمل عمليات علشان يوقفوا النزيف بتاع القرحة او يشيلوا حتة من المعدة لان جه فيها قرحة بتنزف. لغاية النهاردة بنشوف بعض العيانين اللي بالمنظر ده اللي اتعملت لهم زمان من سنين كتيرة عمليات بالمنظر ده، لكن بعد تقدم المناظير وتقدم الأدوية اللي بتعالج القرح بتاعت المعدة تقريبا العمليات دي ما بتتعملش. لما بنعمل منظار لعيان بينزف وبنلاقي انه في قرحة بتنزف بنقدر ان احنا نكويها او نحط عليها زي كليبس كده نوقف النزيف منها، زي
زي دباسه كده ولا حاجه، حاجة تقفل. حاجه تقفل الشريان اللي بينزف، فبيبطل نزيف. ودي بتبقى مجرد المنظار. زمان كان الكلام ده محتاج عمليات كبيره. لكن نقدر نقول هي غير عملية الكي، في بعض الأحيان بنستخدم الكي تحتاج من كي. خلال المنظار نفسه برضو، يعني من خلال المنظار بنقدر ندخل حاجة، يا إما نحط الكليبسة ديت أو نكوي، بحيث إنه بنحرق الشريان اللي بينزف فبيبطل ينزف. دكتور حضرتك بتشوف في استجابة للعمليات طبعا ديت؟ طبعا في نسب كتير استجابة كبيرة؟ كتير. أنا عايزة أطمن إخواتي المشاهدين. حبايبي الموضوع مهم قوي، الموضوع احتياج، عشان كده من فضلك لو عندك شكوى أو لو حد من أصحابك أو قرايبك عنده شكوى، من فضلك تتصل بيه وقول له على الكارما في موضوع مهم، يا ريت تكون بتسمعه يعني حتى تستفيد من اللي بيحصل. مش عايزين نقول كلام يخوفكم، لكن عايزين نقول إنه لكل شيء علاج، ومش عايزين نستهين باللي بيحصل معانا، لكن عايزين ناخد الأمور بشكل جدي. إذا في علاج ليه أنا ما أخدش المبادرة وأقدر أكون بروح على العلاج وأروح على المتابعة، وفي نفس الوقت أقدر ألاقي حل وما يستمرش نزيف داخلي وأنا مش عارف سببه. دكتور قبل ما نعدي حتة النزيف والأساليب اللي يعني بتعامل بيها من خلال المنظار، هل ممكن يخفى عن المريض، هل في علامات يعني غير علامات الدم انه يكون عنده قرح او حاجه زي كده وليها اعراض اخرى غير اعراض الدم، الحاجه اللي يقدر يشوفها بعينيه؟ انا كويس ان حضرتك سالتي السؤال ده. القرح بتاع المعده وبتاعه الاثنى عشر مرات ما بيبقالهاش اي اعراض خالص، ومرات كتيره يبقى العرض بتاعها الاول ما تظهر هو النزيف. لكن كمان مرات يكون في الحموضه اللي احنا بنقول دي مجرد شويه حموضه، دي ممكن تكون عرض من اعراض المعده، من اعراض القرحه بتاع المعده. فوجود حموضه لفتره معينه يخلي المريض مفروض يشوف الدكتور بتاعه علشان نشوف لو في حاجه زي قرحه مسببه الكلام ده. يعني إذا الحموضة مؤشر آخر لوجود قرح بالمعدة. مش عايز اقولها بالطريقه ديت لان مرات بتكون الحموضه موجوده وبنعمل منظار وما نلاقيش حاجه، لكن مش كل أنواع الماء. مش كل انواع الحموضه، يعني هي عاده بتبقى حرقان اكتر في الجزء الاعلى من البطن، وعاده بيجي بعد الاكل. ده عقب ممكن الأكل. ده ممكن يكون مؤشر ان في قرحه. طب هل في أكلات معينة يا دكتور بتصعب قوي الموضوع أو تظهره أو تثبت أكتر إن الشخص ده بيعاني من أمر يحتاج لعلاج ما فيش ارتباط بين يعني. الأكل؟ مرات مثلا الاكل السبايسي او اللي هو الحراق شويه مشطر. المشطشط شويه دوت ممكن يدي اعراض، لكن مش معنى كده ان في قرحه، لانه هو ده في حد ذاته بيأرق شويه الجهاز الهضمي من فوق فبيحصل الاعراض ديت، لكن بعد كده بنعمل منظار ما نلاقيش حاجه. اوقات كتير الناس اللي بتحب الشطه الكتير، بس يعني انا مش عايز برضو المستمعين يقلقوا من حاجه زي كده، لكن ممكن يحصل من كميه الشطه الكتير لو زادت شويه ممكن تعمل قرحه في حد ذاتها يعني، بس ده مش بيحصل كتير. مش بيحصل كتير. دكتور نقدر نقول انه في فرق بين قرح المعده وقرح المريء، وهل دوالي المريء دي حاجه تاني خالص؟ دوالي المريء حاجه مختلفه، ايوه. وبتيجي نتيجه امراض الكبد، عاده تليف الكبد، لان لما الكبد بيتليف ضغط الدم جواه بيعلى، فده بيخلي الدم يبقى مش عارف يمشي من المريء للكبد، لانه في دوره معينه اسمها الدوره البابيه، اسمها بورتال سيركيليشن بالنسبه لاخواتنا اللي بيتكلموا بالانجليزي يتفرجوا معانا على البرنامج. البورتال سيركيليشن او الدوره البابيه ديت لما الضغط بيعلى فيها بسبب تليف الكبد بتبتدي تتكون دوالي المريء. هي دوالي المريء اساسا موجوده، ربنا خلقها فينا جزء حاجه طبيعيه، بس ما بتبقاش دوالي، بتبقى عباره عن اورده صغيره بسيطه ما بنشوفهاش لما بنعمل المنظار في الجسم السليم. لكن لما يكون واحد عنده الدوالي دي عباره عن ان هي الضغط الدم كتر وجوه الاورده ديت فابتدت تكبر وتعمل منظر الدوالي. معلش يا دكتور مرة تاني، عوامل تؤثر على دوالي المريء تساعد على انتشاره، تساعد على يعني ظهوره بشكل واضح. اكتر حاجه هي تليف الكبد اللي بقى بيعملها الهيباتيتس سي، او ممكن بعض الحاجات في بعض الحالات الهيباتيتس بي، او اللي هو التهاب الكبد الوبائي سي وبي، مش ايه ما بيعملش كده هوت. الناس اللي بتشرب خمور كتير فيجي لها
تليف كبد نتيجة شرب الخمر ممكن يعمل حاجة زي كده برضو. معلش يا دكتور، مش عايزة أعدي موضوع الكبد وفيروس سي وفيروس بي، إيه الفرق بينهم؟ وإيه خطورة ده؟ وإيه سمات دوت؟ وإيه أعراض ده؟ حتى اللي ممكن يعني حضرتك يمكن برضو بتعرف إن الأمور دي ممكن ما اكتشفهاش، أبقى ماشي وأنا عندي الفيروس ده وحامل صح. للفيروس ده، إيه أعراضه؟ وإيه الفرق بين A و B أو C و B؟ سي وبي. C و B. سي يمكن منتشر اكتر، وبيجي عن طريق السوائل بتاع الجسم بالاخص الدم. كان زمان يجي عن طريق نقل الدم، النهارده ممكن يجي برضه عن طريق نقل الدم، بس عاده ما بيحصلش الكلام ده غير نادر جدا، لان الدم النهارده قبل ما بيتنقل بيبقى بيعدي فحوصات كتير، فبنبقى عارفين ان الدم نظيف قبل ما المريض بياخده. ممكن يجي مثلا من عدة دكتور السنان، لو مش نظيفة ممكن يتنقل العدوى بالمنظر ده. ممكن يتنقل من الناس اللي بتعمل الوشم، لو بيستعملوا إبر حد تاني قبلهم مستعملها. دي أكتر حاجة، من دي حاجة من الحاجات اللي بتنقل العدوى بتاعة هيباتيتس سي بالذات أكتر من بي. بيجي بس عادة بنقل الدم أو بالجماع الجنسي، يجي هيباتيتس بي أكتر. ازاي اكتشف يا دكتور؟ ايه التحاليل اللي لازم الشخص بسرعة يكون بيعملها او يعرفها؟ عن طريق ايه؟ لو ما فيش أعراض جت، يبقى غالبا الواحد مش هيكتشف غير لو راح للدكتور بتاعه وطلب تحاليل دم مخصوصة هتبين إذا كان أخد عدوى بالفيروسات ديت. لكن الأعراض اللي ممكن تحصل اللي هي الصفرة عادة، ومش في كل الأوقات بتحصل الصفرة، مرات الواحد يجي له دور يحس كأنه أخد دور برد بس جامد شوية، عظمه مكسر، تعبان، جات له حرارة، بس من غير الرشح مثلا بتاع الأنف، من غير الكحة، من غير دور البرد الظاهر دوت. ده بنسميها احنا فايرال سيندروم. لو حصل انه جات الأعراض ديت اللي هي الحرارة مع التكسير في العظم كده والواحد حاسس انه تعبان، دي مؤشر ان في عدوى بفيروس جت. فممكن انا اروح للدكتور واقول له دكتور انا يعني حصل معايا كذا، والدكتور المفروض بيكشف في تحليل الدم على الحاجات دي. دكتور حضرتك قلت عدوى بفيروس، وده شيء ربما مقلق. ايه الاحتياط اللي تاخده أسرة النهارده عندها مريض بيعاني من كده؟ لو هو هيباتيتس سي مثلا، اللي هي الاحتياطات العادية بتاعت الصحة العامة العادية، الفوط بتاعتنا ما نستعملهاش مع بعض، مكان الحلاقة بالنسبة للرجالة يبقى ما بنشاركهوش، فرش السنان ما بتتشاركش مع حد. ديت الحاجات اللي ممكن تنقل دعوة. اخد بالي من الإبر، لو في مثلا مريض بياخد حقن في البيت، ناس بتحب تاخد حقن فيتامين بي 12 مثلا او حاجات زي كده، الابره المفروض بتترمي وتبقى الاستعمال مره واحده. ديت الحاجات اللي المفروض ناخد بالنا منها. هل الأواني والأوعية اللي بنستخدمها في استخدامنا اليومي هل عرضة إنها تستخدم في نقل الفيروس؟ لا دي عاده ملهاش دي دعوه، لا. دي سيف ما فيهاش حاجه. طيب حضرتك اتكلمت عن قلت الصفرة، ايوه. ودي حاجة يمكن تاخدنا شوية للقنوات المرارية. ما دور المنظار بالقنوات المرارية؟ وإيه الأمور اللي بتصيب القنوات المرارية وبتستوجب استخدام المنظار؟ المنظار ليه دور كويس الحقيقة في الكشف على القنوات المرارية. ده نوع من أنواع المنظار بيسموه الاختصار بتاعه ERCP. المنظار دوت بيدخل من الفم برضو، بيوصل لغاية الاثنى عشر، وفي الاثنى عشر بتفتح القناة المرارية مع قناة البنكرياس مع بعض في structure، في حاجة صغيرة كده اسمها ampulla of water، زي صمام صغير بتفتح في الجزء الثاني من الاثنى عشر، فبنقدر بالمنظار ندخل فيها ديته مع الأشعة. العيان بيبقى نايم على بطنه ومتبنج، والمنظار بندخله من البق لغاية لما نوصل للفتحة الصغيرة ديت، وبناخد أشعة نعرف إن احنا دخلنا جوه القناة المرارية. بنقدر نشوف إذا كان في الحصاوي بتاع المرارة، مرات بتنزل في القناة المرارية بتعمل المغص الجامد بتاع الحصوة، بس حصوة المرارة. ممكن يكون المنظار دوت بنقدر نشيل بيه الحصوة ديت علشان نسهل بعد كده على الجراح ان يشيل المرارة نفسها بمنظار تاني الجراح بيستعمله. بتكون في مرات أورام معينة بالذات في البنكرياس بتيجي
تقفل القناة المرارية، لأن القناة المرارية دي بتعدي في البنكرياس لجزء صغير قبل ما تفتح في الاثنى عشر، بتعدي في البنكرياس. فلو حصل مرض في البنكرياس بالذات أو رام، بتقفل القناة ديت وبتأدي لحدوث الصفرة. بتحصل الصفرة نتيجة إن الصفرة اللي نازلة من الكبد مش قادرة توصل للمسارين زي ما المفروض توصل. انسداد، ان بيحصل انسداد في القناة بالظبط المرارية تمنع وصول العصارة الصفراوية بالظبط كده. بطريقتها. دكتور، استاذن حضرتك وناخد اتفضلي. اول اتصال. اخويا عماد من شيكاغو، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير. مساء مساء النور، النور. اهلا بيك. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. برنامج حلو، الله يوفقكم بيه بجاه رب العالمين. في لي سؤال للدكتور مداخلة. اهلا اهلا وسهلا. بيك. نعم. اهلا وسهلا، الدكتور سامع اهلا فيك. حضرتك. الله يرضى عليك. أنا في عندي إمساك مزمن من سنوات طويلة، وقبل 3 سنين عملت عملية منظار وشالوا لي أول 12 سيست من القولون. فعملت كمان مرة ثانية، لقيت سنتين شالوا، بس هلا رجع الإمساك علي بشكل مش معقول. يعني أحيانا بقعد ون ويك ما بخش الحمام، أحيانا 3 4 أيام 5 أيام. فبعرفش شو ممكن اعمله حتى اتخلص من هالمشكله. هلا حضرتك قلت شالوا ايه من القولون؟ 12 سيستز هيك، اوكي. نقط بقع ولا فريسز. في حاجتين ممكن اتشالوا من القولون بالمنظار ولا بعمليه؟ بالمنظار. نو بالمنظار. يبقى دي غلط غالبا، بوليبس. لو بتفتكر الكلمه دي. بوليبس ديت عباره عن نتوءات بتتشال من القولون نتيجه انه ممكن دولت بيبقوا اورام حميده، لكن ممكن شويه صغيرين منهم، انا مش عايزك تقلق، شويه صغيرين، يعني كميه صغيره منهم ممكن تتحول لكانسر، لكن لسرطان يعني. لكن انت تشاله من عندك. حضرتك سنك قد ايه؟ سني يا عمرك كم سنه؟ 71 72 قول 72 سنه. والمنظار ده حضرتك عملته من امتى؟ عملت 3 مناظير، واحد لونج تايم اجو، واحد حوالي 5 سنوات، وواحد في 2.5 سنين. طيب اخر واحد اللي هو من 2.5 سنين، ما فيش الحاجات النتوءات الزوائد ديت البوليبس دي؟ تنتين زوائد شالوهم. طيب يبقى انت كده ماشي كويس. انت محتاج بالنسبه للامساك اللي عندك بتاكل ايه؟ احكي لي عن اكلك شويه. والله اكلي كنت شوي متوحش بالاكل يوم من الايام، بس هلا ربنا يديك يعني الصحه. ماشي على حمايه كثير كويسه. نزلت حوالي 90 باوند تقريبا في طيب حلو. خلال سنتين. اوكي. وللاسف انه طلع شوي كمان هلا حوالي 20 باوند، بس هلا عامل رجيم يعني كويس كثير. طيب الرجيم اللي عامله ده عامله ازاي؟ ممكن تقول لي شوية؟ خضار وفواكه، وموصلي خضار وفواكه. طيب لو خضار فواكه، انت كده بتاكل اكل صحي اللي هو فيه نعم اللي هو فيه الياف كتيرة. انا عايزك نعم تجرب تاخد بنسميها فايبر سبلمنتس. انت عايش في شيكاغو، تسمع عن حاجه اسمها ميتاميوسل؟ استعملته كثير مرات. بتستعمله ازاي؟ يعطوني مع مي، هيك الدكتور قال لي اعطيه احط مي. بتستعمل البودره مش كده؟ الميتاميوسل البودره هي. معلقه كبيره مع كوبايه ميه، وخدها مرتين في اليوم. نعم. لو عملت كده ممكن يفك معاك شويه الزنقه بتاعت الامساك. كمان الحاجة اللي بتنفع كويس البرونز، أو اللي هي القراصية، سواء القراصية كفاكهة أو العصير بتاعها البرون جوس. جربته يا دكتور، برضو مش نافع معاك؟ ما نافع معي. طيب إيه تاني يديهولك الدكاترة بتوعك؟ آخر شيء اللي قبل كم يوم حكيت مع الدكتور، قال لي بدي أعمل لك تنظير تاني. فبكرة الست بدها تحكي معي السكرتير يحددوا لي الموعد. تنظيف يعني قصدك منظار تاني؟ منظار تاني يعني. منظار خامس حتى. انا مش عارف طبعا، يمكن الدكتور بتاعك شايف انك محتاج تعمل المنظار لمرة كمان، لكن نعم. عادة في بعض الادوية اللي احنا ممكن بنستعملها، سمعت عن حاجة اسمها ميرالاكس؟ يا ترى استعملتها دي كمان؟ ميرالاكس استعملتها؟ استعملت الميرالاكس. بتستعمله كل يوم ولا بتستعمله كل قد ايه؟ استعملته فترة وبعدين توقفت عنه لانه ما جابليش نتيجة. بعدين استعملت الاكس لاكس، استعملت شغلات كثيره يعني، وحقن الاكس لاكس ضعيف شويه، يمكن الميرالاكس احسن منه حبه. اسالك عن الادويه اللي بتاخدها انت، حضرتك عندك ايه الادويه اللي بتاخدها لو تقدر تقول لي اساميها؟ في عندي ادويه كثير باخذها الواقع، بس الدكتور قال لي ما في لها تاثيرات يعني على المعده. مرات بعض الادويه بتعمل امساك، فلو تراجع مع الدكتور بتاعك
نعم كمان اوقات معينه الرجيم اللي احنا بنعمله ممكن يكون بيعمل امساك لانه بنغير نظام الاكل بتاعنا. نعم لا بس شو اسمه الادويه، قبل ما اخذ الادويه يعني قبل ما اعرف حتى شو الاسبر ولا اعرف عنه، يعني وصلت ل 60 68 وبعرف حتى شو طعم الاسبر، ففي الوقت هذا كمان كان عندي الامساك، ولا عمري ما اخذت حبه حبوب يعني من قبل الادويه. طيب من قبل الادويه. نعم الدكتور بتاعك جرب معاك دواء اسمه اميتيزا، جربه؟ انكيز انكيزا اها نو. طب اساله عنه، اكتب الاسم ده عندك اي ام. ثانية واحدة إذا سمحت. اوكي اي ام ايوه اي تي اي ام اي تي اي زي اي اي دي اي اي زد اي اي زد اي. اسال الدكتور بتاعك عن الدواء ده، محتاج روشته واحتمال تكون انت في مرحله محتاج له دلوقتي. هي اليوم هلا بحكي مع الصيدليه ومع الدكتور بحسأل عن اللي هو من الكاونتر ولا بده بريسكريبشن. الدواء اللي انا قلت لحضرتك اسمه دلوقتي دواء بريسكريبشن روشته. نعم يا بجربه ان شاء الله، وان شاء الله علي يدك تنحل. شكرا لاتصالك وربنا معاك. الله يرضى عليك، ربنا يوفقك ويخليك ويجاه رب العالمين. شكرا اخوي. شكرا. شكرا ليك اخي عماد، بشكر اتصالك لكن كمان سلامتك الف سلامه، احنا تحت امرك في اي استشاره طبيه في كل المجالات. شكرا اول اتصالك واهلا بيك، ونتمنى تكون صديق لقناه الكرمه. دكتور اتكلمنا عن دواعي كثيره لاستخدام المناظير، منها الام المعده، منها قرحه المعده، منها دوالي المريء، لكن هناك امور وقفنا عند جزء مهم، القنوات المراريه. وحضرتك قلت انه في امور يا حصاوي يا اورام بتمنع وصول العصاره الصفراويه عبر القناه. صح. ازاي التعامل معاها يا دكتور؟ ازاي المنظار بيتعامل مع الحصوه؟ وازاي بيتعامل مع الورم اللي ممكن يكون موجود في القناه المراريه؟ مع الحصوه لما بندخل المنظار عند القناه المراريه بنقدر نعمل فتحه صغيره من جوه زي قطعه صغيره كده اهوت في الفتحه بتاعت القناه لما بتفتح جوه ال 12 اللي بنسميها الامبيولا اوف فاتر، بنقدر نفتح فيها نعمل قطعه صغيره وندخل زي بالونه او زي حاجه تمسك الحصوه وتنزلها بحيث ان الجراح ما يضطرش انه يفتح ويعمل عمليه كبيره زي العمليات بتاعت زمان علشان يسلك الحصوه ديت من القناه المراريه، ويقدر بس يشيل المراره نفسها بعمليه بسيطه برضو بيعملوها بالمناظير بقالهم فتره بيعملوها بالمناظير. ده بالنسبه للحصوه. بالنسبه للورم المنظار ده بس ما بيقدرش يعالج الورم، لان الورم ده نفسه لو بيتعالج بيتعالج بعمليه كبيره، لكن لغايه لما العمليه تتعمل علشان المريض يتحسن والصفرة تتفك شوية بنحط بالمنظار دعامة أو ستنت بنسميها جوه القناة المرارية جوه الحتة المسدودة بحيث إن احنا بنساعد الصفرة أو بنساعد العصارة المرارية إنها تنزل في المجرى الطبيعي بتاعها. أوكي دكتور استأذنك ناخد اتصال أختي نجوى من نيوجيرسي. أهلا بيكي حبيبتي. أهلا بيكي حبيبتي، أهلا وسهلا. أهلا بيكي. لو سمحتي ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي حبيبتي هو سامعك. اهلا بيكي. اهلا، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. دكتور بنتي عندها 18 سنه وعلى طول جنابها بيوجعوها، ورحت عملت لها اشاعات على كل حاجه، على المعده وعلى المراره وعلى كله، وطلعت كل حاجه نورمال. فعايزه اعرف ليه الالم بيجي لها في جنابها؟ هو الدكتور اداني علاج وقال لي تاخده مسكن، بس مش عارفه يعني ليه الالم ده على طول بيجي لها. طيب انا للاسف مش قادر اشوف حضرتك، لكن يا ترى لما بتقولي في جنابها يا ترى فين لو تقدري تفهميني؟ يعني في اسفل البطن خالص يا اخت نجوى؟ مش في اسفل البطن، هو بيمسك الجنبين. الجنبين. أوكي. الجنبين. ودوت بيجي امتى؟ بيجي في وقت معين من اليوم، في وقت معين من الاسبوع، من الشهر؟ هو ساعات لما بتاكل مثلا بيألمها، يعني مش كل يوم، في ايام بتبقى لو مشي توجعها، تبقى قاعده تتالم وجعها، وبتقعد ساعات مش عارفه انا يعني ده يكون ايه. طيب بس مش واضح من كلام حضرتك ان ليه ارتباط بالاكل، يعني مرات تبقى مش بتاكل برضه بيوجعها
مش كده؟ اه بطنها بتحس بانتفاخ مثلا؟ لا بطنها ما فيش انتفاخ ولا حاجة، هي جنابها على طول وجعاني الجنبين. الكلام ده ملوش ارتباط الدورة بالدورة الشهرية، الشهرية أنا بتاعتها؟ لسه ما أسألها نفس انا ده السؤال. اللي انا فعلا ده اه تملي يعني، بحس بقول لها بس بتبقى لسه ما فيش يعني، بتبقى ممكن خلصت وبرضك بيوجعها لكن جنبها. قبل وبعد، قبل وبعد يا نجوى، بيرتبط الألم بوجود الدورة الشهرية قبل وبعد، هل ده هو قبل بتحسي ما بكده؟ تيجي مبيبقاش في حاجة، بس هي تمني بعد ما بتخلص بفترة تقول جنابي، بفترة اه يعني قد ايه؟ أسبوع يمكن مثلا 10 أيام 10 أيام أو كده. حضرتك بتتكلمي عن حاجة معينة اللي هي آلام نص الدورة، دي بيسموها هي دي. ليها اسم بالإنجليزي كده هوت، لكن دي عادة بتحصل بالذات في السيدات الصغيرات في السن بالمنظر ده، بتبقى التبويض شغال، فده اللي ممكن ده يكون كده. انا ما شفتش بنتك طبعا، فانا يعني مش عايز اقول تشخيص مجرد على الهوا كده هوت ليها، لكن هي احسن ان هي تشوف الدكتور بتاعها مره تانية، وبالذات لو في دكتور امراض نساء يقدر يكشف عليها او يعمل لها الترا ساوند على الحته دي، لان ممكن يكون المبايض بتطلع البويضه في الوقت دوت، وممكن تكون بتسبب الالم. يعني ممكن يكون ده موضوع ان التوريد. ممكن يكون حاجه تبع امراض النساء. ايوه طب انا بالنسبه ليا يا دكتور ظهري، حضرتك يعني ليك في الجهاز في الظهر، في الظهر فين؟ لما بنام يا دكتور على ظهري ما اقدرش انام على ظهري، وتملي جنابي برضك بيوجعوني، هو بس الالم ده بيجيلي في النوم واقوم اقعد، لازم امشي شوية عشان خاطر يفك ظهري. دي يمكن لكن شوية لو خارج تخصصي يعني، أنا آسف. ده خارج تخصص اهو، شوية لكن مش عايز أقول في حاجة دوت الحقيقة. الو أيوة أنا معاكي. اي حبيبتي سامعينك. يعني شكرا. اخلي بنتي بقى تروح امراض نساء ونشوف دوت او متهيألي كده هوت، وربنا يكون معاكم. شكرا ليك يا نجوى، شكرا لاتصالك حبيبتي، وسلامة بنتك، نسمع عنها أخبار كويسة بنعمة المسيح. نرجع دكتور للمرارة تاني وللقنوات المريه. حضرتك قلت المنظار يتعامل مع الحصاوي ايوه وبدل الجراحات الكبيرة، النهاردة بالمنظار ممكن استئصال الحصاوي، هل بيتوقف على حجمها ولا ما بيفرقش أي حجم للحصوة؟ ده سؤال حلو على فكرة، وبيعتمد على المكان اللي بيعمل المنظار، يعني المستشفى اللي بيتعمل فيها المنظار والدكتور اللي بيعمل المنظار، لأنه بعض الحصاوي الكبيرة، أنا بتكلم الحصاوي اللي هي جوه القناة المرارية مش اللي جوه الجول بلادر اللي هي المرارة نفسها يعني، لأن دي بتتشال كلها بالحصاوي اللي جواها، فدي حجم الحصاوي اللي جواها مش مشكلة خالص. المشكلة بتبقى في حجم الحصاوي اللي بتيجي جوه القناة المرارية نفسها. فدي بتبقى لو حاجة، لو حصوة صغيرة سهل انها تتشال، لكن لو حصوة كبيرة بتبقى محتاجة تتفتت. وعشان كده قلت انه مهم انه المركز اللي بيتعمل فيه المنظار نفسه، لان في بعض المراكز بيقدر يدخل منظار صغير من المنظار الكبير، يدخله جوه القناة المرارية نفسها ويفتت الحصوة بالليزر ويفككها، فمهما كانت حجمها كبير ممكن بنقدر نخلص منها. أشكرك أختي لوسي من تكساس، أهلا وسهلا بيكي. وأختي منى من كندا، سامحينا وعاود الاتصال مرة تاني، الخط وقع. أهلا بيكي أختي لوسي. أهلا بحضرتك، إذا سمحتي أنا عندي سؤال للدكتور من فضلك. اتفضلي حبيبتي. لو سمحتي، أنا ليا أختي يعني في سن صغيرة كده، يعني حوالي 20 سنة، اكتشفت إن عندها الكلى، سوري الكلى كانت تعبانة شوية، الكرياتينين كان عالي شوية صغيرين، كنا محافظين على الكلى وما كانتش يعني بتاكل بروتينات كتير وكده. بعد كده اكتشفت ان عندها فيروس سي من حوالي 3 سنين. هي كان جالها الاول حمى روماتيزميه زمان واتعالجت بغلط، وطبعا راحت عالجت حميات، وقد يكون
اثناء لها دم طبعا زمان وكده، وبعدين اكتشفنا ان كان عندها الذئبه الحمراء و و و وده يعني المهم يعني فجالها فيروس سي من حوالي 3 سنين اكتشفته. لما جت تعالجه بحقن الانترفيريون يعني بوظ الكلى اكتر، الكرياتينين ارتفع عندها لحوالي 4 وشوية، ولما أخذت لازكس عشان ابتدت يظهر عندها طفح جلدي، والكلام ده من حوالي سنة تقريبا، طفح جلدي وكده، وكمان جالها بطنها ابتدت المية تزداد فيه نتيجة الكبد يعني تعبان، لازكس بوظ الكرياتينين ارتفع لستة فدلوقتي طبعا هي مش عارفه يعني احنا مسلمين طبعا امرنا لربنا وكده، بس احنا عايزين نسال الدكتور يعني ايه اللي ممكن تعمله اذا كان الدواء علاج الكبد بيتعب الكلى بيتعب الكلى، ايه اللي ممكن تعمله؟ وبعدين دلوقتي لما بطنها بتكبر كده لما بتاخد اللازكس برضو بيأثر على الكلى. سنها حضرتك قلتي 20 سنه؟ لا ده لما كان اكتشفت اول مره حكايه الكلى عندها كان جالها دور الحمى الروماتيزميه وهي صغيره، أيوة. واتعالجت بالكورتيزون فتره طويله لما اكتشفنا ان عندها الذئبه الحمراء مش حمى ولا حاجه، أيوة. واتعالجت صح بس بالكورتيزون الكلى اكتشفنا انها يعني كانت 3 ماكسيموم يعني، بعد كده قعدت فتره طويله ما فيش اي حاجه وعايشه عادي جدا لغايه ما اكتشفنا فيروس سي من حوالي 3 سنين بس. طب هي سنها كام دلوقتي؟ هي دلوقتي حوالي 53 او 54. عند حضرتك فكره الفيروس سي اللي عندها هي انتوا من مصر؟ ايوه غالبا فيروس سي اللي هو جينو تايب 4، ولا حضرتك ما عندكيش فكره؟ لا الحقيقه يا دكتور انا يعني بس هو يعني قالوا لها الفيروس ده اكيد عندك من زمان وهو كامن، ما تحاوليش تحاربيه عشان ما ياثرش على الكلى عندك. فكنا راضيين وساكتين لغايه ما ابتدت بطنها تكبر السنه اللي فاتت بس، او ابتدت يعني ابتدت بقى اعراض الكبد تبان، الطفح الجلدي والبطنها تكبر والكحه عندها نتيجه الظهر ميه برضو على الصدر وكده. فاحنا مش عارفين نعمل ايه يا دكتور، يعني ناخد علاج الكبد ولا نعمل ايه؟ اوصفي لي الطفح الجلدي من فضلك. هي بقع كده بتجيلها سودة شوية، بقع كده بقع سودة بتجيلها، والدكتور بيديها دهان تدهنه بيها، ولما بتسيبه بيزيد اكتر، لكن لما بتدهن بيروق شوية. اوكي. اذا الدكتور قال لها اذا كان عندها تليف ولا لا؟ لا ما قالهاش تليف، ما قالش ده، حتى عمل التحاليل قريبه وقال لها لا الكبد يعني حاله الكبد لسه كويسه يعني. اصل الميه اللي بتحصل ديت اذا كانت من الكبد يبقى الكبد متليف، الميه اللي بتيجي على البطن. اذا ما كانتش من الكبد تبقى ممكن من الكلى. هي بتاخد داياليسس اللي هو غسيل كلوي ولا لا؟ لا ما عملتش لسه ولا مره. ولا مره. هي وصل لستة بس لما وقفت اللازكس وكده رجع 2 من 10 حاجه زي كده يعني. بتشوف يعني اخت حضرتك بتشوف اخصائي في الكبد ولا لا؟ بتروح يا فندم بس لما يعني لما بتتعب من الدواء بتوقف. هي ماشيه مع الدكتور بتاع الكلى مشهور يعني في مصر. هي في مصر ولا فين؟ لا هي في مصر حاليا. هي في مصر. اوكي. هل ليها علاج هنا يعني؟ هي الحالات اللي زي كده هنا بنبتدي نفكر في زرع كبد. زرع كبد. يعني بنوصل للمرحله دي في الكلام اللي حضرتك بتتكلمي فيه. فيعني انا متهيألي ما دام الكلى تعبانه بالمنظر ده يبقى استمرار العلاج هيكون متعب اكتر. لو عايزه انها تخلص من الميه اللي على البطن اللي بتيجي دي احنا بنسميها اسايتس او اللي هي الاستسقاء يعني. الميه ديت مش سهل الخلاص منها الا اذا هي تحافظ في اكلها وما تاخدش حاجه فيها املاح خالص، الملح بالذات عدو الكلام ده خالص يعني بيخلي الميه تتجمع في البطن فمفروض تحرص في الاكل. والحاجه الثانيه بيعملوا بيحطوا حاجه بنسميها شنط زي دعامه برضو بس دي تاخد اخصائيين معينين يحطوها بتفتح ما بين وريد في الكبد ووريد تاني في السيستميك سيركيوليشن بنسميها، معلش الاسم بالعربي مش قادر افتكره. لكن الدعامه ديت لما بتفتح الاثنين دولت مع بعض بتقل قوي من الاسايتس ديت او من الاستسقاء ده، بس ممكن يبقى لها مشاكل تانية تعملها، فدي حاجه محتاج
الدكتور الاخصائي بتاعها في مصر يقرر اذا كانت محتاجه تعملها ولا لا. لو تحبي تسالي الدكتور عنها، اسمها تيبس، تي اي بي اس. لا من فضلك قولها تاني. تي اي بي اس. تي اي بي لايك بيتر، اس لايك سام. تي تي في الاول، تي لايك توم، بعدين اي، تي اي وبعدين بي لايك بيتر، سي وبعدين اس لايك سام. تيكس تيبس، زي ما تكوني بتدي واحد بقشيش. تيبس. تي اي بي، تي اي بي اس. تي اي بي اس. ايوه. دي معناها يا دكتور يعني دي دعامه ولا ايه؟ دي دعامه في الكبد. دي دعامه في الكبد. دي بس علشان تساعد شويه تحسن الاستسقاء، لكن ليها بعض المشاكل التانية، فانا عارف ان الدكتور بتاعها يقدر يقول لها اذا كان الكلام ده يناسب حالتها ولا ما يناسبش حالتها. ده بدل من ان هي زرع كبد يعني؟ مش بدل، مرحله مؤقته لغايه لما تخلق، علشان تستريح شويه من موضوع الاستسقاء اللي بيجي على الكبد. لكن الحاله ما دام وصلت لان الكرياتينين بيعلى كده اهوت، وبتحصل الاستسقاء ديت وبيحصل الطفح الجلدي ده، احنا في المراحل دي هنا بنفكر في زرع كبد. ايوه يا دكتور، كان ممنوع عنها البروتينات عشان الكلى. اخر حاجه واخر تحاليل الدكتور قال لها لا، انت عندك نقص زلال وانت محتاجه بروتين حيواني، فاللي كان ممنوع عنها قال لها لا تاخده تاكله. نقص الزلال دوت برضو علامه من علامات تليف الكبد، فهي غالبا عندها الكبد متليف. ايوه. وانها كونها تاكل بروتين مش هينفعها. مش هينفع. لان الزلال اللي بيتكلم عنه الدكتور ده بيعمله الكبد بس. ايوه حبيبتي، شكرا قوي لاتصالك. ان شاء الله يكون يعني في استفاده من كل اللي سمعتيه، وزي ما سمعتي نصيحه دكتور ايهاب، يا ريت كويس قوي ترجع للطبيب المعالج بتاعها، بالذات ان احنا دايما نقول على البرنامج بتاعنا هذا البرنامج برنامج تعليمي وليس علاجي، ولا يغنيك عن زياره طبيبك الخاص. اختي منى من كندا، اهلا بيكي حبيبتي، وسامحينا على انتظارك. اهلا بيكي. شكرا لحضرتك. اتفضلي حبيبتي. اتفضلي اخت منى. اتفضلي. أيوة. حبيبتي. ايوه. من فضلك وطي التلفزيون شويه حتى تقدري. أيوة. تسمعينا بس من خلال التليفون. ايوه انا متصله بيكي حبيبتي. حضرتك على الهوا. ايوه انا مش سامعه صوت المذيعه. حبيبي انا بكلم حضرتك اهو، احنا انت حضرتك. أيوة. على الهوا والدكتور ايهاب بيسمعك. اتفضلي حضرتك. أيوة. لو عندك سؤال. الو. ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء النور. وشكرا للمذيع على البرنامج الصحي المفيد ده لينا احنا. انا عايزه اسال الدكتور. اتفضلي حبيبتي. ايوه ايوه يا. اتفضلي انا سامعك. اتفضلي. ايوه ايوه يا دكتور. سؤال. ايوه يا دكتور. اهلا، سؤال حضرتك ايه؟ ايوه انا عملت منظارين. أيوة. منظار من 6-7 سنين كده، لان عندي مغص باستمرار وعندي سوء هضم. أوكي. يعني انا ما اروح التواليت الصبح الاكل بينزل تقريبا، مثلا اكلت طماطم في طماطم في خس في ده سوء هضم. أوكي. وباخد ادويه المعده بتاعتي. أوكي. لكن المشكله ان عندي القولون يعني في تعب شويه. أوكي. عملت المنظار الاولاني قال لي ان انت عندك القولون العصبي. حضرتك بتتكلمي على انهي منظار؟ وبعدين من 5 سنين رحت له برضو، الالام الشديده، واما اجي الصبح اروح التواليت مغص شديد خالص، لولا ان اروح اعمل تواليت باخد سنكوت 3 في اليوم بالليل. أوكي. عشان اقدر اروح التواليت. المرة الثانية قال لي أنت عندك القولون مشدود وهو اللي مسبب المغص الشديد معاكي. في المرتين كان أنا معاكي في المنظار، في المرتين كان المناظير بتاعت القولون اللي هو الكولونوسكوبي. أيوه القولون. أول مرة قال لي القولون عصبي. ثاني مرة ما رحت له قلت له المغص شديد خالص يا دكتور، خصوصا الصبح أصحى آلام شديدة في بطني لغاية ما أروح التواليت اعمل تواليت يعني شويه ارتاح. حضرتك سنك كام سنه؟ وبعدين قال لي في 1/10 من القولون احنا ما شفناهوش، مش باين كويس، انا عايز اعمل لك منظار ثالث.
هي فانا مر يعني ما رضيتش اروح صراحه للمنظار الثالث. اختي منى اختي منى من فضلك الدكتور عايز يسالك بعض الاسئله، من فضلك اسمعي حبيبتي. حضرتك سنك كام سنه؟ انا سني 75 سنه. حضرتك بتاخدي ادويه؟ باخد ادويه. ممكن اعرفها؟ باخد السنكود بالليل، باخد ادويه للمعده، باخد ماكيليوم 3 مرات في اليوم. اوكي. باخد زنتك. اوكي. باخد ادويه للقلب. باخد ادويه للضغط. طب عارفه اسامي ادويه القلب وادويه الضغط ولا لا؟ نعم. حضرتك عارفه اسامي ادويه القلب وادويه الضغط ولا لا؟ لو ممكن تقوليهم لي بسرعه. يا دكتور مش عارفاهم؟ انا عندي الكارت اللي بيبعته لي الدكتور. ايوه. اللي بيبعته لي كل مره. بعض ادويه القلب وبعض ادويه الضغط بتسبب امساك. ادويه القلب وادويه الضغط. انا المشكله اللي عندي يا دكتور اللي مخوفاني ان انا من يومين ثلاثه جيت البراز بصيت لقيته اسود، مش الاسود الغامق اللي حضرتك قلت عليه دلوقتي. ايوه. يعني مايل للسواد. قعدت يومين البراز بالشكل ده وبعدين اتصلح ورجع طبيعي. مايل ده؟ اتفضلي. اللي مايل للسواد ما يعملش مشكله، لكن هو السواد ما يعملش مشكله. لا، لو مايل للسواد مش ده اللي انا قصدي عليه، انا قصدي يكون اسود اسود. انا اسف للكلمه اللي هقولها، لكن احنا هنا بالانجليزي بنسميه بلاك تاري ستولز، بالعربي انا معلش يعني الكلمه ممكن تكون مش ظريفه شويه، اسود اللي هو زي الزفت يعني، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، لكن غير كده مش مهم قوي يعني لو غامق شويه او مايل للسواد ده ما بيقلقناش، لكن لو هو اسود اسود هو ده اللي بيبقى معناته ان في نزيف جاي من فوق. اختي منى انا مش سامع. ايوه. حضرتك سمعتي اللي قاله الدكتور ايهاب؟ يعني هل ده في خطوره البراز ده اللي هو يومين على شويه؟ هو قال لحضرتك لما البراز يكون بلون البلاك او لون الزفت، عارفه القار بتاع الشارع لون الزفت، لو هو بالسواد، وده كمان لكل اخواتي المشاهدين اللي برضو حد ممكن يكون بيشك، لو البراز باللون ده لون الزفت او لون القار اللي بيتعمل بيه الاسفلت بتاع الشارع، هو ده اللون اللي تخافي منه. لكن ربما اي اكل يتدخل في لونه، لو تاخدي اقراص للحديد او مقويات للدم ممكن تغمق سنه لون البراز، لكن مش كل غمقان في لون البراز ده يزعجنا ونقول ان هو براز مدمم او مختلط بالدم، لكن التمييز انه يكون باللون ده. كلام حضرتك بالنسبه للحديد صح قوي. اتفضل. الحديد دكتور. الحديد فعلا بيغمق لون التواليت ويخليه يقرب شويه من الاسود، فده بيقلق بعض الناس، لكن هو الحديد بيعمل كده. الحديد الفيتامينات الحديد او اي شيء مقوي للدم اللي بيدخل فيه الحديد دايما بالزبط. بيعمل شويه تغيير في اللون البراز للون الغامق. صح كده. أشكرك وده ما يقلقش. انا اشكرك انك قلتي كده. لا خالص. دكتور في سؤال جه بيقول انه في طفل عنده 4 سنين بيعاني من حاله الامساك شديد، يعني ممكن يقعد لوقت طويل ما يعملش براز، وكل ما يحاول يدخل يخاف من الالم ومن ايه رايك ممكن يكون ايه؟ هو انا بس انا عايز اقول تحفظ بس شويه، انا مش دكتور اطفال برضه فمش عايز اتكلم في غير التخصص بتاعي، لكن اتمنى ان الطفل ده يكون اتكشف عليه. لو كان اتكشف عليه واتاكدنا ان الجهاز الهضمي تبعه سليم، لان مرات حتى الاطفال في السن ده بيحتاجوا منظار بيتعمل علشان نتاكد ان كل حاجه جوه سليمه، مرات بتبقى في بعض العيوب اللي بنسميها خلقيه او ما هو مخلوق بيها ممكن تكون عامله له المشاكل ديت. لو اتاكدنا ان الطفل ده ما عندوش المشاكل دي وان هو مولود بجهاز هضمي بطيء شويه، بيحتاج ياخد اللي هو اللبوس بتاع الجليسرين دوت، او تحتاج ماما تدي له اكل يكون فيه حاجات من اللي هي بتكون مسهلات طبيعيه زي التفاح او عصير التفاح، زي البرونز لو الطفل هيقدر يتعود على طعمها شويه اللي هي القراصية ديت لو يقدر ياكلها او يشربها، وفي بعض المسهلات التانية اللي ممكن الطفل يستعملها. بس السؤال ده بالذات أنا أفضل يتسأل لدكتور أطفال، طبيب أطفال متخصص. طبعا. أشكرك يا دكتور. هناك سؤال آخر برضو عن طريق الكنترول، هل فيروس سي علاج؟ وهل علاجه موجود هنا بأمريكا؟ فيروس سي لغاية دلوقتي للأسف مغلبنا كتير. متعب.
لكن هو ليه علاج مش ملوش. ونجاح العلاج بيختلف على حسب حاجة بنسميها جينوتايب. أنا مش عارف كلمة جينوتايب بالعربي بتترجم إزاي، لكن هو مش كل فيروس سي زي بعضه، هو ليه أربع أنواع، على الأقل أربع أنواع مهمين اللي إحنا بنتكلم، هو أكتر من أربع أنواع الحقيقة، لكن المهم بالنسبة لنا إحنا اللي هما بنسميهم جينوتايبس واحد واثنين وثلاثة وأربعة. سوري يا دكتور هستوقفك، ايه اللي بيحدد النوعيات في الاربعه دول؟ هل في تحليل معين؟ تحليل دم بيظهر. بيعرفنا هو ايه اللي موجود، لكن بالنسبه للتوزيع الجغرافي بنبقى عارفين، يعني مثلا اغلبيه العيانين هنا في امريكا المنتشر قوي هنا نمره واحد. بعض العيانين في امريكا برضو عندهم نمره اثنين او نمره ثلاثه، لكن الاغلبيه عندهم نمره واحد. مصر للاسف، وبقول للاسف لانه صعب، مصر نمره اربعه. بتاع مصر صعب علاجه، يصعب التعامل معاه. يعني ما بيستجيبش قوي للعلاج، بيستجيب بس بنسبة بسيطة. هنا في أمريكا مثلا نمرة واحد بيستجيب بنسبة 50%، 55% يمكن للعلاج الطويل اللي ممكن يوصل لسنتين بالإنترفيرون وبعض الأدوية تانية، الحبوب اللي بتتاخد، حاجة اسمها ريبافيرين وحاجات تانية جنبها. اتنين وتلاتة سهل قوي علاجهم، بيستجيب للعلاج بنسبة 80 و85% لمدة 6 شهور من العلاج، ومرات حتى أقصر من 6 شهور كمان، فعلى حسب الجينوتايب اللي عند العيان. أشكرك يا دكتور. نفسي شوية نحول عينينا من المرارة لكن على الكبد نفسه. حضرتك قلت أثناء كلامك تليف الكبد. يس. إيه هو تليف الكبد؟ وإيه الفرق بينه ما بين سرطان الكبد؟ طيب أنا يمكن أضطر أستعين بالنموذج اللي قدامي هنا. ده نموذج كبد في جزء سليم، مش عارف الكاميرا ممكن تقرب شوية ولا عشان نقدر نشوفه. ايوه كده، ثانك يو. الجزء ده من الكبد سليم، ده جزء، ده كبد طبيعي، ده زي ما ربنا عمله ناعم. لما بنيجي نكشف على بطن العيان ما بنحسش بيه لانه فيري سوفت او ناعم خالص، ما بيتحسش. ده كبد متليف مليان محبب وناشف، لما نيجي نكشف على المريض بنقدر نحس ده بايدينا لانه بيخبط في ايدينا. لما نيجي نكشف على المريض بيبقى بيتحس ناشف بالفحص الخارجي يا دكتور، بالفحص الخارجي، بفحص اليد. دوت مثل لسرطان الكبد يعني في النموذج اللي معانا دوت. التليف بتاع الكبد ممكن يحصل من امراض كتيره ممكن تؤدي للتليف. ده شكل السرطان يا دكتور، المكان المسفر ده مكان يعني تآكل الجدار بتاعه. لا مش كده، هو ابتدت تتكونت فيه خلايا سرطانية فابتدى الكبد فقد شكله الطبيعي. وممكن نتكلم شوية في أسباب الحاجات ديت لو تحبي. يا ريت يا دكتور. بالنسبة للتليف عموما أسبابه بتبقى أكتر الأسباب لشرب الخمور أو الهيباتيتس اللي هو التهاب الكبد. التهاب الكبد بيجي من حاجات كتيره خالص، اشهرها الفيروسات اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها من شويه. الفيروس بي وسي هما اللي بيعملوا تليف في الكبد. فيروس اي ما بيعملش تليف. فيروس حاجه تانية اسمها دي او دال، ده بيحتاج يكون في فيروس بي موجود علشان فيروس دي يجي، يعني فيروس دي بيجي يتطفل على فيروس بي ويخليه اوحش. عموما فهو فيروس بي او فيروس سي هم اللي ممكن يعملوا التليفات ديت. في امراض تانية غير الفيروس بتخلي الكبد يلتهب، ولو الالتهاب بقى مزمن ممكن يتحول لتليف الكبد. الالتهابات تقود ل اشهرها حاجه بنسميها هنا ميتابوليك سيندروم، او مش عارف اسمها ايه بالعربي الحقيقه، لكن بتبقى الامراض الملازمه للتخنه وللسكر وللضغط. الكبد كمان بيتعب وبيبقى بيعمل حاجه اسمها فاتي ليفر، او اللي هو ترسب دهنيات على الكبد، وده مع الوقت ممكن يقلب بتليف. طب يا دكتور واحنا بنتكلم عن الكبد ماذا عن زرع الكبد؟ وهل ليه سن معين؟ هل بيشكل خطوره اذا كان في سن متقدم؟ هو مش خطوه، هو طبعا عمليه كبيره، فطبعا لو العيان بيتقدم في السن مش بنحب نعمل العمليه ديت لانها بتبقى خطر على العيان نفسه، لكن كمان بينظر ليها على انه يعني الكبد مطلوب كتير لامراض كتيره موجوده،
فالمراكز زرع الكبد بتفضل تديه للعيانين الأصغر في السن لو موجود الكبد، ولو قدرنا نوفق العيان مع الكبد المتاح بيبقى بيفضلوا ان هم يدوا الواحد يكون عيان اكتر من غيره ويكون اصغر في السن، لانه المفروض عنده سن اكتر يعيشه يتمتع فيه بالكبد الجديد يعني. نعم يا دكتور. استاذنك ناخد بعض الاتصالات، واتصال من كاليفورنيا. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا اختي، اهلا وسهلا حبيبتي. من فضلك حاولي توطي التلفزيون وتسمعينا فقط من التليفون. إيفال، إيفال أهلا بيكي حبيبتي. أختي إيفال أهلا بيكي، تفضلي من فضلك احنا سامعينك. حبيبتي أرجوكي بس وطي صوت التلفزيون شوية واسمعينا فقط من التليفون. حبيبتي من فضلك، من فضلك هو الكلام ايفال، اختي ايفال احنا سامعينك. اهلا بيكي، اتفضلي من فضلك احنا سامعينك. ارجوكي وطي التلفزيون شويه او تحاولي تتصلي بينا مره تاني. معانا اتصال اخر من كاليفورنيا. ماجده، ايوه اهلا بيكي حبيبتي. ايوه مساء الخير. مساء النور. كنت عايزة أقول لحضرتك، أنا جوزي كان جاله مرض كده، قعد شهرين عنده حرارة عالية و حبيبتي احنا سامعينك، اتفضلي. ألو أنا بتكلم حبيبي. ألو أنت معانا على الهواء، اتفضلي. ايوه انا بس بقول لحضرتك، انا جوزي جاله فتره كده قعد شهرين حراره عاليه، الحراره بتعلى بالليل 38.5، فجبت له دكاتره وعملت له علاجات كتيره وكده، وعملت فيروسات A وB وC، طلع ما عندوش اي حاجه خالص. وبعد كده في الاخر خالص رحت للدكتور، قال لي طلب مني ان انا اعمل تحليل البروسيلا، طلع ان عنده البروسيلا نسبه عاليه جدا 1260، وهي النورمال بتاعها 160. فاداله علاج لمده 3 اسابيع الدكتور، وقال له انت كده المفروض هتخف، فخد العلاج لمده 3 اسابيع، وقال لنا تابعوا معايا. بالنسبه للتحليلات، الانزيمات الكبد كانت عاليه جدا، كانت 300 وشويه، والصفره كانت عاليه، بس بعد ما خد العلاج الصفره نزلت خالص والانزيمات نزلت خالص والدنيا اتظبطت. بعد كده عملنا تحاليل تاني للكبد وللصفره، بعد ما خلص المضاد الحيوي اللي كان مديهوله الدكتور ابتدت تعلى تاني الصفرة، وابتدى يعلى تاني الانزيمات، لكن البروسيلا فضلت يعني زي ما هي عند 1260. بعد كده رحنا للدكتور بتاع حميات، ادانا كورس تاني نفس الكورس اللي ادهولنا الدكتور بتاع الكبد، وابتدت برضو الصفرة تنزل والانزيمات تنزل. بعد ما خد الكورس ده الدكتور قال له انت المفروض ما تاخدوش اكتر من 6 اسابيع الكورس بتاع المضاد الحيوي. بعد ما خدوا فجينا بعد كده قلب اعملوا بعد كده دايما خليكم في متابعه معايا بالنسبه للتحليل، بنعمل تحليلات الانزيمات بقى بتطلع وتنزل تطلع وتنزل، والصفره نفس الحكايه تطلع وتنزل. الو انا مع حضرتك. جوز حضرتك سنه قد ايه؟ سنه قد ايه جوزك؟ سنه 47 48 سنه. حضرتك هنا في كاليفورنيا؟ احنا كنا في مصر الفترة اللي بقول لحضرتك عليها دي، الكلام ده كان التعب ده جاله من 2008، وبعدين حضرتك كان بيحس بألم في صدره جامد، عضلاته كانت بتوجعه وعضلات ايديه بتوجعه كده، كان بيبقى ألم جامد، وبعدين كانت جايله زي كحة كده في زوره زي شرقة كده. ايوه انا عايز اقول لك الدكتور فضل. بتاع مصر اللي اكتشف البروسيلا ده، الدكتور شاطر قوي. ده كويس فعلا. كويس ان هو اكتشف الحكاية دي. اللي أقدر أعلقه على كده، لأن البروسيلا فعلا من أمراض الحميات، وده برضو مش تابع للتخصص بتاعي، وبتعمل الصفرة عن طريق تكسير في الكرات الحمراء مش عن طريق تعب في الكبد نفسه يعني. ودي لما بتوصل لمرحلة زي كده بتبقى شوية مزمنة، وغالبا محتاج الأنتيبيوتكس أو المضادات الحيوية لفترة طويلة. رحتوا الدكاترة هنا ولا لسه في أمريكا؟ لا ما رحناش بصراحة. محتاجين تروحوا وتاخدوا معاكم التقارير بتاعت مصر، وتقولوا لهم ايه الانتيبيوتكس او ايه المضادات الحيوية اللي اخدها
لانه غالبا هيضطر يقعد اسابيع ان ما كانش شهور على الانتيبيوتكس ديت، لانه غالبا البكتيريا اللي هي بتاعه البروسيلا لسه موجوده في الدم وموجوده في مناطق تانية في الجسم، وكل ما بنبطل الانتيبيوتكس بتنشط تاني وبتعمل العمل بتاعها، فغالبا محتاج يكمل على العلاج لفتره طويله. او احنا عايز اقول حضرتك احنا جينا مصر هنا فتره وعمل تحاليل اكتشفنا بعد ما البروسيلا نزلت في النورمال رجعت عليت تاني. ما هي لانها مزمنه غالبا محتاجه الادويه مره تانية لغايه يعني لما نقدر نخلص عليها خالص يعني. الحل ان هو ياخد تاني الانتيبيوتيك اللي كان كاتبه له الدكتور ولا نعمل ايه؟ يعني هو ده غالبا الحل، بس انا افضل انه يشوف دكتور هنا يقدر يوافق له على العلاج ده. هو كان في حضرتك الدكتور اللي كان بيعالجه هو في مصر في الحميات كان قال له على اسم، واحنا جايين مسافرين هنا كاليفورنيا كان قال له على اسم تحليل معين يعمله، وقال له عليه تعمله على اساس ان هو تقريبا مش موجود في مصر فقال له تعمله هناك. اكيد الدكتور بتاع حضرتك هنا هيبقى عارف انهي تحليل ويقدر يقول عليه، بس ممكن علشان بقيه المشاهدين يستفيدوا من الحاله بتاعت جوزك، ممكن تفكرينا او تعرفينا ايه هي البروسيلا؟ انت عارفه هي ايه؟ البروسيلا حضرتك هي حمى مالتي، دكتور قال لنا كده. أيوة. بتكون جايه عن نتيجه مثلا كل لحمه بيكون فيها مرض زي كده، او البان او جبن او زبادي حاجات زي كده. بالظبط كده، اكتر حاجه بتجيبها اللبن اللي مش مغلي او مش متبستر، دي اللي بتجيب الموضوع. هو احيانا كان بيشرب لبن بس اللي هو في اكياس زي مثلا جهينة بخير وحاجات دي اللي كانت عندنا في مصر يعني. أيوة. لكن اذا مش مغلي كويس او مش لبن مبستر بيتخللوا ده، بتيجي منه البكتيريا دي. بالظبط. طيب هو في حاجه تانية حضرتك، احنا اتفضل. اكتشفنا برضو ان هو عنده حصوه في المراره. ايوه، بس الدكتور قال دي ما لهاش تاثير يعني. ده سؤال ممتاز على فكره، وشكرا انك سالتيه، لانه المراره الحصاوي بتاع المراره موجوده عموما تقريبا عند 5% من الناس. وعاده ما لهاش اي ضرر، ما بتعملش لا وجع ولا بتسبب ارتفاع في وظائف الكبد، لكن بتيجي. هو حضرتك الدكتور قال له لو تعبتك او المتك تشيلها، لكن غير كده ما تشيلهاش. بالظبط كده، خليها بالظبط كده. اوقات طيب بتيجي لانتباهنا لانه تفضل يعني لوجودها برضو بعض الخطوره. لما بيجي مريض زي جوزك بتكون تحاليل الكبد عنده عاليه، بيتعمل الالترا ساوند على البطن وبيلاقوا ان في حصوه في المراره، فمش معنى ان في حصوه ان هي عامله المشكله، غالبا بتبقى هي موجوده ومش عامله المشكله، وسبب المشكله مرض تاني زي البروسيلا في الحاله بتاعتنا. شكرا حبيبي لاتصالك اخت ماجده. الانزيمات والصفرة هي اللي بترفع البروسيلا، وهي الانزيمات والصفرة سبب ارتفاعها من البروسيلا برضو؟ لا يا فندم، البروسيلا لانها نشيطه في الدم بتكسر كرات الدم الحمراء بمعدل اسرع من ان الجسم متعود عليه، وبالتالي بتترفع كمية البيليروبين اللي هو الصبغة اللي بتعمل الصفرة. فأنت لأن البروسيلا نشيطة، لأن الكبد ابتدى يبان كأن تحاليله عالية ويبان عندك أنه في صفرة، مش الصفرة هي اللي عاملة البروسيلا، بالعكس البروسيلا هي اللي عاملة الصفرة، فمحتاجين العلاج بالأنتيبيوتكس أو بالمضادات الحيوية مرة تاني. فأنت محتاجة تشوفي هنا، لو أنتوا دلوقتي موجودين فين؟ دلوقتي حاليا احنا في مصر بصراحة. في مصر. بس أنا لسه هسافر في شهر 6. سواء كنتوا في مصر او جيتوا امريكا، محتاجين تشوفوا متخصص في امراض الحميات في مصر بيسموه، او هنا في امريكا بيسموهم infectious disease بتاعت الامراض المعدية. هيفهم في الحالة دي كويس وهيقدر يعالجه. ودي علاجها المفروض مش صعب، بس بياخد وقت طويل، غالبا الاستمرار على الانتيبيوتكس غالبا هيكون اكتر من الست اسابيع. طب هو كمان يا دكتور في التواليت بتاعه البراز بيبقى حاسس زي في مخاط كده في دم؟ مش عارفه، هو بيبقى غامق، بيبقى التواليت بتاعه مش فاتح العادي، لا بيبقى غامق. ده مش مشكله خالص. في حد في العيله عنده سرطان في القولون؟ لا ما يقلقش، بس احنا عاده لما بنوصل سن ال50 وهو قرب على كده بنعمل المنظار بتاع القولون علشان نتاكد ان كل حاجه كويسه. ماجدة شكرا لاتصالك حبيبتي، وان شاء الله تكوني استفدتي من كل الاجابات والكلام اللي وجهه ليكي الدكتور ايهاب. والاخ اسحاق اهلا وسهلا بيك. الو، اهلا بيك. اهلا، انا اسمي اسحاق من كندا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. يا عندي بنتي عمرها 4 سنوات عندها مشكلة في البنكرياس. أوه. فراحت المستشفى وبقت حوالي 9 أيام، فكان عندها تضخم في البنكرياس. فالدكتور الأخصائي شرح لي الوضعية مالتها، قال لي في مشكلة بين البنكرياس والجولد بلادر. فالأكل اللي تاخده ممكن ما يروح للمخرج، يعني يطلع للتواليت، بيروح different way، مكان يعني بين البنكرياس والهاي، فبترقعه حتى بالمية بتشربها وبترقعها. فأخذوا لها أتراساون، وعندها بعد أسبوعين عندها أمراي. فقالوا لي إذا تبقت على هالحالة ممكن عملية أو بس. الدكتور يقول لي، قال لي بأنه هي عمرها صغير فما نقدر نسويها عملية، فما أعرف أني يعني عم أشوف الدكتور رأيه إيه في الموضوع ده. هو قال لحضرتك اسم المرض إيه؟ هو ما قال لي اسم المرض، بس في حاجة بين البنكرياس والجولد بلادر، فعاوز يسوي بلوك، يعني بلوك الحاجة اللي تاخده بيروح معاكس يعني في طريق تاني فبترجعه. أنا أرجع أقول لحضرتك يا أخ إسحاق برضو أن أنا مش طبيب أطفال، لكن الحاجات اللي ممكن تحصل لو هي البنكرياس عامل كده مشكلة عندها، البنكرياس بيبقى قريب قوي من، يمكن لو أستعمل النموذج ده يوضح لنا شوية، لو الكاميرا تقرب عليه برضو بليز. أنا ماسك في إيدي نموذج المعدة، ده الجزء ده الاثنى عشر، ده الجزء الثاني من الاثنى عشر. النموذج هنا خلصان بدري شوية، معلش، لأنه مش معمول يكون للبنكرياس، لكن البنكرياس موجود في الحتة دي تقريبا. ممكن اللي يكون عند بنتك أنه بدل ما البنكرياس بس موجود على الناحية دي، مرات بيكون عيب خلقي بيلف على الجزء ده من المسارين، فممكن يكون بيقفله أو بيخنقه، ففعلا بيحتاج عملية علشان تفتحه شوية، علشان ما يكونش فيه انسداد، علشان لما بنتك تاكل تقدر انها ما ترجعش الاكل. دي علاجها بس بعمليه، وغالبا مش هنعرف عندها ايه الا لما يتعمل الام ار اي، او اذا كان كات سكان او حاجه زي كده، عشان تعرفنا ايه اللي حاصل بالظبط جوه بطنها. اخي العزيز، مناسب للعمليه ولا هي اقل من 4 سنوات؟ اقل من 4 سنوات. انا مش قادر اجاوب لاني مش عارف التشخيص ايه. الأهم إن إحنا نعرف بالظبط إيه اللي قصد الدكتور بإن البنكرياس متضخم، وإيه اسم التشخيص. وممكن في حالات اللي هي بتبقى عيوب خلقية بالمنظر ده، لو كان ده الحالة يعني، بتكون عملية مطلوبة علشان تفك الانسداد اللي حاصل. والعمليات اللي زي كده بتتعمل في الأطفال من غير مشاكل، الأطفال جسمهم بيلتئم بسرعة وبيخف بسرعة من الجرح. هي عندها MRI هيعملوا لها يوم 12 بالشهر. ربنا يكون معاكم ويطمنكم يا أخ إسحاق عليها. شكرا، شكرا لاتصالك أخ إسحاق، وزي ما بيقول الدكتور فعلا ربنا يطمنكم عليها وكمان تطمنونا. معنا اتصال، وأخويا مينا أهلا بيك. أختي من ميشيغان، أهلا وسهلا بيكي أخت ليلى. أهلا وسهلا. أهلا بيكي حبيبتي. عندي مساء الخير. مساء النور. عندي ثانك يو. عندي سؤال للدكتور. انا قبل 5 سنين حبلت بابني، اما الدكتور اعطاني دايجنوسز انه عندي كولايتس. اوكي. وصارت حالتي تسيء، يعني مره عن مره كان يصير عندي فلير اب مره بالسنه، بعدين صارت 4 مرات بالسنه، هسه تقريبا كل شهر، وكثر عندي سايد افكتس كثير من البريدنيزون اللي هو نوع من الكورتيزون. وبس حبيت اعرف اذا اكو حل غير هالادويه، يعني كلش حبي اشيل نفسي من الادويه لان صارت السايد افكت بعد اتعس من العلاج نفسه. حضرتك سنك قد ايه؟ معلش انا بحب اسال السن. اه ذاتس اوكي. 36 سنه. قال لك اسم الكولايتس ايه؟ حضرتك عندك ألسرتيف كولايتس؟ نعم. اوكي. ألسرتيف، انا يمكن نحتاج نشرح شويه للمشاهدين بتوعنا بعد ما نخلص المكالمه مع الاخت ليلى
ايه هو الالسرتيف كولايتس ده، بس ده نوع من انواع الالتهاب في القولون اللي بيبقى مزمن يا اخت ليلى. ممكن تقولي لي الادويه اللي الدكتور بيديها لك؟ نعم، انا ابتديت بدواء اسمه اسيكول، كنت اخذ 9 حبابي. ايوه. ولما يصير عندي الفلير اب يحطني على البريدنيزون. ايوه. كنت اخذ اب تو 60 ملغرام من البريدنيزون. اوكي. وبعدين حولت، هاي ثالث دكتور انا دا اشوف، وحولته من على ثاني دكتور حولني على ابريزو. ايوه. وبعد صار عندي من الابريزو خفقان بالقلب قوي، سو حولني من الابريزو دلوقتي باخذ ليالدا. اوكي. طيب. بس يصير عندي فلير اب قوي كثير ده يحطني على البريدنيزون كمان. طيب حضرتك، اقول لحضرتك حاجه. نعم. الاساكول والابريزو والليالدا كل دولت من عيله واحده من الادويه. نعم. ودولت في حد ذاتهم مش كفايه لعلاج الالسرتيف كولايتس. انت محتاجه جنبه دواء تاني اسمه اميوران. اميوران، اوكي. يا ترى الدكتور بتاعك اتكلم عن الاميوران قبل كده معاكي؟ نو، بس الاسم يعني فاميليير، سمع عنه بس ما حكى. سمع عنه لانه سويت ريسيرش على الانترنت، سو سامع بالاميوران. يعني هذا ينخذ ويا الادويه ويا الليالدا؟ تاخديه ويا الليالدا، ودواء يعني بس محتاج الدكتور هو اللي يكتبه لك لانه روشته، ومحتاج متابعه بتحاليل الدم لما تاخديه. الدواء دوت هيخلي القولون بتاعك يتحسن خالص، وما تضطريش انك تاخدي البريدنيزون. انا ما بحبش البريدنيزون غير لما يكون يعني غصب عني استعمله بستعمله، لكن غير كده ببعد عنه لانه بيبقى له تاثير كويس في الاول، لكن بعد كده بيجيب اعراض جانبيه كتير. طبعا. وفي اعراض قويه جانبيه من الاميران كمان ولا لا؟ الاميران يعني طبعا اي، عارفه اي دواء حتى الاسبرين لو هتقعدي تقري الاعراض الجانبيه اللي بتحصل منه يبقى غالبا مش هناخد ادويه خالص. نعم. لكن الاميران الاعراض الجانبيه بتاعته، اهم عرض انه ممكن ياثر على نخاع العظم او اللي بنسميه البون مارو. فالبون مارو ما يعملش الخلايا بتاعه الدم زي ما المفروض يعملها، وده طبعا حاجه خطيره انها لو حصلت، لكن الدكتور بيتابعك وبيعرف اذا كان هيحصل معاك المشكله دي ولا لا. اوكي. طبعا هو احسن بكثير من البريدنيزون. احسن كتير من البريدنيزون، ولو خدت الاميوران مع اليالدا او مع الاساكول او مع الابريزو هيخلي الكولايتس تبقى اندر جود كنترول، بدل ما الموضوع ده لو استمر معاكي مش كويس عليكي. يعني استمرار الالتهاب بالمنظر ده مش كويس. وبعدين المشكله مش في الاساكول ولا في الابريزو ولا في اليالدا، كلهم كويسين، المهم تكوني بتاخديهم بجرعات كويسه، لكن هم غالبا لوحدهم مش كفايه، يعني هم مش هيجيبوا معاكي اكتر من كده، محتاجه ادويه تانية تدخل في الموضوع زي الاميران. اوكي. وما في حل غير انه لازم خلاص راح اضلني على الادويه يعني؟ للاسف ايوه، للاسف هو كده، الالسيتيف كولايتس لازم الاستمرار على الادويه. انا يعني كمان سالت الدكتور اذا فينه يعمل لي عمليه ويشيل البارت اللي ملتهب تبع القولون، بس this is the last thing راح نعمله اذا الادويه كلها ما نفعت معاكي. صح. لو التشخيص بتاعك مظبوط اللي هو ulcerative colitis، ما بنشيلش القولون، ما بنشيلش جزء من القولون، لو بنشيل بنشيل القولون كله. اوكي. والسايد افكتس It's not. يعني انه العمليه مش ناجحه، يعني لا العمليه بتنجح بس لما الواحد يعيش من غير قولون مش ظريفه، يعني ليها مشاكلها برضو. فلو انت القولون بتاعك يستجيب للعلاج مش محتاج عمليات. اوكي. بس يعني that sounds like هذا يعني it's a good solution. الاميران تبع مع الليالدا احسن من ال بالظبط كده. الاميران ده كويس، انا بستعمله كتير في البراكتس بتاعي، ما بستعملش البريدنيزون تقريبا خالص. اوكي، فيري جود. اهلا بيكي اخت لينا. شكرا ليكي حبيبتي، شكرا لاتصالك. ومعانا اخت مريم، اهلا بيكي. الو، مساء الخير. مساء النور. انا كان عندي سؤال معلش للدكتور، هما سؤالين اكشلي. اتفضلي. ابني 8 سنين عنده امساك مستمر على طول، فالدكتور كان كتب له اللي هو بولي سايلين باودر، فهو أيوة. خده شوية وبعد كده وقفه، بس يعني مثلا ممكن يعمل تواليت مرة في الأسبوع بس. أوكي. فهل دي تعتبر حاجة يعني جامدة ولا ممكن مع الوقت؟ الكلام ده من إمتى؟ ده بقاله شهور يعني على الموضوع ده. لكن هو مش مولود بيه؟ لا لا خالص، لا. لا أنا متهيألي محتاج شوية تشخيص أكتر من كده. يعني المفروض أعمله إيه مثلا؟ هو الدكتور هو ده اللي عمله لي بس إنه إداله البودر ده، بس هو مش بياخده كتير، هو خده كام مرة وما كملش. طب لما بياخده بيتحسن؟ ممكن ممكن،
يعني انا كنت بحس ان هو بيهولد التواليت عشان مثلا يلعب او يلعب على الكمبيوتر او كده، فاصبحت كانها يعني حاجه هابت عنده. حسيت ان ده سبب الرئيسي الاولاني. وده ممكن يكون سبب فعلا، لكن هل الدكتور كشف عليه مثلا بانواع معينه من الاشعه اللي بالصبغه او ما عملش حاجه خالص؟ لا كشف عادي كده بالكلام بس. انا متهيألي يبتدي يديله ادويه مسهله شويه، ولو الولد يقدر ياخدها كل يوم يبقى كويس. انا عارف ان الاطفال في السن ده صعب شويه ان هم ياخدوا الادويه، لكن لو ما استجابش للادويه احتمال يحتاج كشف. يعني احنا انا زي ما قلت قبل كده، يمكن حضرتك ما سمعتنيش، انا مش دكتور اطفال. مش اطفال، لا انا سمعت صح، بس انا بقول جنرال يعني. لكن بس عايز اقول لحضرتك حاجه، انا في المستشفى اللي انا شغال فيها معانا دكتور جهاز هضمي تخصص اطفال، وبيجيب اطفال في سن ابن حضرتك يعمل لهم المنظار من تحت ده اللي هو الكولونوسكوبي عشان المشكله يعني بتاعته. ملوش سن معين يبتدي بيه؟ لا ملوش سن معين، بنقدر ننيم الطفل يعني بياخد حقنه في الوريد برضو تنيمه بحيث انه ما يحسش بحاجه، ويتكشف على الطفل بحيث انه نتاكد ان ما فيش حاجه جوه القولون بتاعه مسببه المشكله دي. لو ما فيش حاجه نبتدي نستعمل الادويه المسهله دي كلها. يعني فكره حضرتك مثلا نبتدي في موضوع منظار وبعد كده العلاج، ولا العلاج الاول وبعدين المنظار؟ متهيألي لو تطلبي من دكتور الاطفال بتاع ابنك يحوله لدكتور اطفال مناظير وجهاز هضمي، وتاخدوا راي الدكتور المتخصص في حاجه زي كده. معلش انا مش قادر اقول حاجه مش بممارسها كل يوم، فمش عايز اتعبك بكلام ما يكونش صح يعني. يا اوكي انا هروح له تاني واساله في النقطه دي. طب هو كان عندي اخويا عنده حموضه جامده بقاله سنين، يعني بياخد علاجات كتيره. يعني بياخد علاج كتير كله، يعني هو ايه بيجيب نتيجه بس يعني بعد وقت. يعني مثلا لو دلوقتي جات له حموضه جامده واخد العلاج ياخد وقت مثلا عبال ما يخف. بس حاجه وحيده مش يعني حاجه بسيطه مشيت معاه، فوار اسمه راني كان جايبه من مصر مش من هنا. فهو اخده بياخده يعني مثلا في وقت الحموده بيريحه. هل هو محتاج منظار؟ لانه من كام سنه الدكاتره قالوا له انت لسه صغير على المنظار، هو عنده اولموست مثلا 35 سنه. فهل يبقى محتاج منظار؟ لان الحموده فعلا جامده قوي عنده. يعني مش شرط منظار، لكن لو يعني لو في احراض، في اعراض تانيه جنب الحموده، في اي حاجه تانيه جنب الحموده؟ زي ايه مثلا؟ زي مثلا في اعراض نزيف، هل مثلا بيرجع حاجه لونها بني او دم او كده؟ لا الترجيع ممكن بس مش كتير، قليل. طيب هل يا ترى في مثلا صعوبه في البلع وهو بيبلع يحس الاكل مرات يروح واقف في زوره او كده؟ لا 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 لا، هي الحموده بس هي الحاجه اللي كانت الاساسيه ومستمره على طول، علاج يومي. طيب ما خدش مره، لو اكل اكل بيجيب مثلا حموده ما خدوش في مره تبقى جامده قوي. بياخد ايه غير الفوار؟ نعم بياخد ايه غير الفوار؟ هو حاليا الفوار بس. بس هو الاكل ياخد الفوار اللي هو راني ده وبيريحه على طول في وقتها. في ايه تاني ادويه اخذها غير الفوار؟ اخذ حاجات كتيره في الدنيا قبل كده بس انا مش متذكره الاسامي بصراحه. المشكله بس الوحيده اللي ممكن تخليني انصح بمنظار في حاجه زي حالته، ان هو لو الحموضه جامده كده ومستمره كده ممكن تعمل له التهابات في المريء، ممكن تخلي المريء يحصل فيه قرح وتبتدي تنزف، وممكن يبتدي لما من كتر الالتهاب يلتئم بحاجه اسمها فايبرس تيشو او سكار تيشو، يبتدي يحصل بنسميها ستريكتشر او ضيق في المريء، فدي تبتدي تخلي الاكل هو نازل كانه يقف في السكه كده، فيضطر ساعتها يعمل منظار للتوسيع. انا بفضل في الحالات اللي زي كده اعمل منظار علشان اشوف المريء شكله ايه وبدي الادويه المناسبه. الادويه الفواره ديت او اذا كان هنا في امريكا حاجه اسمها مايلانتا او ميلوكس او كده، دي بتساعد بس في وقت الحموضه زي ما حضرتك قلتي، لكن لو في التهابات في المريء مش بتخليها تخف، مش بتهيل، مش بتخف، فبنحتاج ناخد ادويه زي البرايلوسيك او اللوسيك اسمه في اوروبا، او اذا كان حاجه اسمها بروتونكس او حاجه تانية اسمها بريفاسيد. الادويه دي هو اخد بريفاسيد تقريبا. ايوه اخد فتره كبيره، بس المفروض يستمر عليه مش ياخده وقت ما يكون عند الحاله، لانه عند اللزوم عند اللزوم البريفاسيد بياخد تقريبا ساعه او ساعه ونص عشان يشتغل. يا عشان كده وقفه واخد الفوار. ما هو الفوار مش هينفعه لو في مشكله في المريء نفسه، لو المريء ملتهب هيخليه هو نفسه يحس احسن، لكن المريء هيفضل ملتهب وممكن مع الوقت يعمل مشاكل. عشان كده السؤال دوت اجابته سهله بالمنظار الحقيقه، يعني لو اتعمل منظار دلوقتي ولقينا ان هو بالرغم من كل الاعراض ديت لكن ما فيش التهابات يبقى الفوار كويس، خليه ماشي على الفوار. لكن لو المنظار ورى ان في التهابات في المريء يبقى الفوار مش كفايه، محتاج الادويه الثانيه.
هل مثلا في احتمال يكون في قرحة في المعدة أو حاجة؟ احتمال القرحة موجود طبعا، وللأسف القرحة بس بنشوفها بالمنظار، لكن يعني الأعراض مش بتقدر تقول لنا إن المريض عنده قرحة ولا لا. يعني هو يعني سهل العلاج إنه أشوف بالمنظار كل حاجة، والمنظار سهل قوي، ما فيش حاجة تخوف منه يعني. حبيبتي شكرا لاتصالك، شكرا جدا ليكي حبيبتي، وسلامة ابنك ربنا يطمنك عليه. وبس نفسي انه اذكر حضراتكم انه مازال احتياج الكارما قائم، ومازال التحدي موجود. حضراتكم تابعتوا الحلقة اللي فاتت وقد ايه كانت ظروف الحلقة غريبة جدا. الاخ صمويل استفانوس هو طلع بالحلقة وطلع للمباشر، لكن لو انا كنت موجودة يمكن كنت يعني هقول كلام مختلف في بداية الحلقة. كنت هقول لكم من استديوهات الكارما ومن تحت السيول والأمطار ومن أمام الكاميرات الغارقة في المياه ومن تحت الكشافات ذات الفلطات العالية اللي عمالة تسيل بسخاء مية علينا إحنا بنقدم حلقتنا. الأمر كان صعب جدا جدا، فأنا ما حبيناش النهاردة نعطل حلقة رائعة ومهمة واحتياج زي ما انت شايفين بالطريقة دي، ما حبيناش نلغيها. لكن من أسبوع كان في حلقات خاصة بالجمع لهذا الأمر، لموضوع السقف وموضوع الأمور اللي تعرضت ليها الكارما خلال الأسبوع اللي فات. أنا يعني نفسي أنه مش بناشد حضراتكم، لأن أنا عارفة مدى إدراككم وإيمانكم بأهمية دور الكارما في كل حاجة، في كل المجالات اللي ممكن تكون بتؤديها والعمل اللي ممكن تكون بتقدمه بتخدم بيه البعيد والقريب. مرة تاني مازال الاحتياج قائم، مرة تاني مازال التحدي موجود. أنا بذكركم علشان تكونوا مشغولين بأمر زي ده، تصلوا من أجل الكارما، لكن كمان قلبكم يكون مشغول بالاتجاه الدعم المادي للكارما. ما تنسوش أمر زي دوت، ومش عايزين نكون بنقفل عينينا عن أمور الرب بيشجعنا ان احنا نعملها حتى العمل يستمر، وحتى ما يكونش فيه معوقات، والمادة ما تكونش بمثابة احجار قدام استمرار عمل الكارما. اختي ريتا سوري لانتظارك على الخط، اهلا وسهلا بيكي حبيبتي. اوكي هاي، ازيك يا اخت مرمر؟ معلش انا عندي سؤالين بسرعة. اتفضلي. السؤال الاول، انا عندنا معرفش في العيلة كل الولاد عندنا بيقولوا عليهم عندهم فاتي ليفر. انا عايز اعرف هل الفاتي العيال يعني سنهم 23 20 22 فما بيجيهم الم تحت الضلوع شويه كده، او عند الدكتور قال لهم وعملوا الاشعاعات دي وقالوا لهم ده عندكم فاتي ليفر بس ما اخدوش اي دواء؟ ده نمبر 1. واحد منهم بيجي له ضغط عالي جدا لدرجه ان من تحت ممكن يوصل 210 ويروح الهوسبيتال، يروح الامرجنسي روم. فانا ما اعرفش هل في علاقه بين البلاد بريشر عالي جدا الضغط مع الفاتي ليفر ده ولا لا؟ وهل الفاتي ليفر ده ممكن يكون حاجه تبع الكبد، يعني في فيروس ومش واخد باله ولا حاجه ولا ايه؟ ده اول سؤال. هو اول سؤال كفايه ان انا اخد في بقيه الحلقه الحقيقه. انا ممكن اعرف الاولاد سنهم، قلتي 23 سنه؟ ايوه 23 25. طيب ممكن اعرف اذا كان يا ترى تخان شوية؟ اللي عنده ضغط عالي تخين شوية، بس التاني ما عندوش أي حاجة، هو حاس شوية بألم تحت ضلوعه كده، راح للدكتور وعمل له الأشعة اللي هي مش منظار، عمل له اللي هي اسمها عمل تحاليل دم مش كده؟ وعمل تحاليل دم وما خدش أي علاج ولا أي حاجة. طيب بس أنا يعني I'm really worried صراحة. طيب ممكن تقولي لي اوزانهم قد ايه؟ ولا ما تعرفيش؟ يعني هم طوال، وزنهم مثلا 210 بس هم طوال، يعني طول 6 something. وال 6 something دوت كويس على ال 210، فمش شرط ان هم يكونوا ما يعتبروش تخين يعني. لا بس اللي ضغطه عالي شويه تخين، ما اعرفش وزنه ايه. طيب في حد في العيله عنده سكر؟ يس. يعني بابايا يعني مش انا ولا باباهم بس يعني الام والجد وكده. طب مبدئيا الالم اللي جه تحت الضلوع ده ملوش دعوه بالفاتي ليفر، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. اوكي. فده ملوش دعوه ببعض، لكن الضغط الدم العالي مع شويه السمنه
مع الفاميلي هيستوري بتاع السكر ليهم دعوه بالفاتي ليفر. الفاتي ليفر بيحصل اكتر مع الناس اللي عندها سكر او عندها تاريخ في العيله حد عنده سكر، والضغط بيساعد على الموضوع ده برضو. في لكن بسبب الكبد. لا طبعا هو كلمه يعني فاتي ليفر فيروس يعني عايز لا لا مش مش فيروس، لا مش فيروس. أوكي. مش فيروس. بس كونه مش فيروس مش معنى كده انه حاجه حميده قوي يعني او بناين قوي، يعني ممكن مع المستقبل يعمل مشاكل. فلازم ناخد بالنا من الوزن ولازم ناخد بالنا من الضغط. هو ابن اختي ده لما راح المستشفى وعشان ضغطه عالي قوي، هو ده تخين شويه، وقالوا له عندك فاتي ليفر، بس ما توجهوش خالص للفاتي ليفر، اتوجهوا للكلى، عملوا له وظائف كبد، وظائف كلى، علشان علشان في ارتباط بالظبط، عشان في ارتباط اكتر ما بين الضغط وما بين الكلى. لكن ما توجهوش خالص للليفر، لان الضغط لما عالي بالمنظر اللي حضرتك قلتي عليه ده طبعا ده مور امبورتنت، او هياخد هياخد اولويه اكتر عن الكبد دلوقتي. لغايه لما يعرفوا بالظبط الضغط العالي دوت جاي منين، لان مرات بيقدروا ان هم يعالجوه، مش شرط ان هو يكون بس بيتعالج بالادويه بتاعت الضغط، ممكن تكون في امراض معينه في الكلى بتسبب ان يحصل ضغط عالي، وبالتالي ديت لما بيعالجوها بيقدروا يعالجوا الضغط العالي. شكرا حبيبتي، شكرا لاتصالك. ارجوكم في الاتصالات نكون بنختصر حتى ناخد اكبر عدد من الناس الموجودين على الخطوط. اهلا وسهلا، اتصال اخر من كاليفورنيا. تينا اهلا بيكي حبيبتي. مساء الخير يا مدام ميرفت. مساء النور. مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء النور. ربنا يعوض تعب محبتكم. انا ليا سؤال سريع كده، كنت عايزه اسال دكتور ايهاب على هل في علاج لفيروس سي؟ كنا سمعنا حاجه زي كده ان في دكتور طلع في مصر وقال ان في حضر هو مؤتمر هنا، مؤتمر طبي في امريكا، وقال ان في علاج هيجي بخصوص فيروس سي، هيقضي على فيروس سي خالص. هل حاجه زي كده نزلت؟ وفعلا كان بيقول انه العلاج ده هينزل في شهر فبراير اللي هو فبراير 2011، هل الكلام ده في حاجه زي كده ولا؟ كنت اتمنى من كل قلبي يكون في حاجه بتقضي على فيروس سي. لغايه دلوقتي ما سمعناش عن حاجه ممكن تقضي عليه، لكن سمعنا عن أدوية بنستعملها وليها نسبة نجاح معينة، زي ما كنت اتكلمت من شوية لو حضرتك كنت موجودة معانا في البرنامج بداية الحلقة، ما حضرتش الحقيقة من بداية الحلقة، معلش معلش. لكن نسبة نجاح العلاج لفيروس سي بيعتمد على حاجة اسمها جينو تايب، وكنت اتكلمت عنها وقلت جينو تايب 1 أو 2 أو 3 أو 4. بالنسبة لمصر بيبقى أكتر الجينو تايب 4 أو جينو تايب 4، ودوت صعب شوية علاجه، يمكن نسبة النجاح فيه بتبقى في حدود 25 لـ30%، لكن بيبقى علاج مكون من الحقن بتاعة الانترفيرون مع بعض الحبوب التانية من حاجة اسمها ريبافيرين، ويمكن حاجة تانية كمان جنب الريبافيرين ديت اللي كان أملنا فيها، لكن مش بتقضي على الفيروس خالص يعني، أو نسبة النجاح زي ما قلت في حدود 30%، ما مش في حدود 100% للأسف يعني، ولا قريب حتى منها. حبيبتي شكرا لاتصالك. معنا مداخلة أخرى من نيوجيرسي. أهلا وسهلا. ألو. أهلا بيكي حبيبتي. مساء الخير. أهلا بيكي أخت سهام، اتفضلي. أنا كنت عندي سؤالين بصراحة، واحد لجوزي وواحد ليا. بالنسبة لجوزي هو عنده تقريبا 51 سنة، أما بيجي يأكل أي أكل بيحصل انتفاخ عنده على طول، أي أكل. وده من امتى الكلام ده؟ يعني من وقت قليل، ما كانش زمان عنده اي مشاكل في الهضم صراحه خالص. طيب الكلام ده اثر على التواليت معاه، في امساك، في دم، في بيحصل امساك. هو عمل منظار وما كانش فيه اي حاجه. منظار من تحت ولا من فوق؟ الاثنين. وما كانش فيه اي مشاكل. فمش عارفه اي اكل بياكله لازم بيعمله المشاكل دي. وبعدين ساعات بيجيله كده خنقه وهو نايم، الدكتور قالوا دي ممكن ارتجاع. طيب هو يا ترى وزنه قد ايه جوزك؟ يعني تقريبا 210. طوله قد ايه؟ تقريبا 5'9". احنا بنتكلم بالباوندز مش كده؟ بالباوند بال بالباوندز. طيب تقيل شويه. شويه. ودوت ممكن يكون سبب مشكله النوم، لكن يمكن مش سبب مشكله الامساك. هو بياخد ايه ادويه عموما ولا ما بياخدش حاجه؟ لا ما بياخدش ادويه. طب هي اي
اكل ياكله بطنه تتنفخ على طول يعني، وطلع له كرش وبطنه تتنفخ على طول، ما كانش بيحصل له كده زمان خالص يعني. مرات بيكون السبب في حاجه زي كده نوع من انواع البكتيريا في الامعاء الرفيعه، وبنعالجها بانتي بايوتكس، بس دي محتاج برضو ان يتكلم مع الدكتور بتاعه فيها. لو تقدري تسالي الدكتور عن حاجه اسمها ممكن سمول باول بكتيريال اوفر جروث، لو تسالتي الدكتور عن حاجه زي كده ممكن يحاول ان هو يفيدك فيها، بس ده محتاج يكون دكتور متخصص جهاز هضمي. مشكله حضرتك ايه؟ مشكلتي انا اي اكل باكله بحس ان انا عايزه ارجع على طول اي اكل. عملت منظار، طلع عندي هرنيه في المريء. ايوه، التهاب في المريء. وطلع فيه في المنظار برضو التهابات في انفلاميشن في المعده. يس. وفي الاثنى عشر. فترى ده هو السبب اللي عامل لي كده؟ غالبا كده. بتاخدي ايه ادويه؟ يعني انا باخد مش بتاثر قوي يعني. طب دواء فاكره دواء كده اسمه امبريزول. بتاخدي كام ملي؟ باخد 20 ملي جرام. طيب ممكن تاخديه مرتين في اليوم؟ حاضر. بس برضو اسالي الدكتور بتاعك، لكن هو ال 20 ملي ده عاده دي الجرعه البسيطه اللي بنبتدي بيها. هو الدكتور قال لي ممكن تاخدي كبسولتين. لو هو قال لك كده انا بوافق معاه، خدي واحده الصبح وواحده بالليل وغالبا هيؤدي لتحسن كبير. اوكي، شكرا، ربنا معاكي. تعيش، كتر خيرك، متذكره خالص. شكرا ليك يا حبيبتي، شكرا لاتصالك. معنا اتصال اخر، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا رانيا من نيوجيرسي، اهلا بيكي حبيبتي. اهلا. انا كان معلش عندي سؤالين بس بسرعه خالص. عندي سؤال عن بابايا. بابايا عنده سكر وبياخد انسولين دلوقت مرتين في اليوم، فانا عايزه اعرف هل الانسولين ده بيأثر على اي حاجه في الجسم، عينين، ودان، او بيأثر على البنكرياس نفسه؟ ده اول سؤال. طيب ممكن اجاوب السؤال دوت. الانسولين مش هيأثر على حاجه، بالعكس الانسولين مطلوب قوي، لكن هو اللي ممكن يأثر السكر نفسه، هو اللي ممكن يأثر على الكبد ويعمل الفاتي ليفر مثلا اللي كنا اتكلمنا عنه من شويه، ممكن يأثر على المعده او المريء ويعمل ارتجاع الحمض او يؤدي انه ارتجاع الحمض يكون اكتر او اصعب شويه، لكن مش هيأثر الانسولين نفسه على حاجه، هو السكر اللي ممكن يأثر. مهما كان فترة طول يعني مهما كان ان هو بياخده فترات طويلة اللي هو الانسولين؟ لا، مش هيأثر على حاجة. اذا حصلت مشاكل بتبقى من المرض نفسه اللي هو السكر نفسه. السكر نفسه. طب السؤال الثاني، انا عندي بنتي سنة ونص، كان حصل لها مشكلة من وهي عندها شهرين، ان هي كرات الدم البيضاء عندها جسمها ضعيفة جدا. ايوه. الدكتورة قالت لي اسمها نيتروبينيا. نيتروبينيا. اتفضل. كان ناقص، وهي عملت اخر تحليل لسه من حوالي ما فيش اسبوعين، فهي قالت لي ان هي زادت شويه بس مش للدرجه المطلوبه. ممكن تقولي لي الرقم كام لو عارفاه؟ كان الاول اول مره عملنا تحليل من سنه كان 500. دلوقتي قالت لي تقريبا حوالي يعني اولموست 1000، ما وصلش ال 1000 بس اولموست 1000. طب وبقيه الدم اخباره ايه؟ هي بتقول لي يعني نور يعني في النورمال بالنسبه لجسمها معقول، لكن هي المشكله في النقطه دي. ما بتاخدش اي ادويه هي خالص لاي حاجه؟ لا خالص. حضرتك وانت حامل فيها كنت بتاخدي اي ادويه؟ لا خالص، ما كنتش باخد اي ادويه. هو الفيتامين بس بتاع الحمل بتاعي. زي ما قلت قبل كده برضو انا مش متخصص في الاطفال ومش متخصص في امراض الدم. لكن عموما احنا المصريين عموما تحاليل الدم بتاعتنا الخلايا الدم البيضاء عندنا عموما واطيه، بس مش بالطريقه دي. ففعلا بنت حضرتك محتاجه تتابع مع دكتور متخصص في امراض الدم، ومرات بمجرد المتابعه ولما بيكبروا في السن يمكن يكونوا بيقدروا يتغلبوا على الحكايه دي، لكن انا اسف مش قادر اجاوب حضرتك في الحكايه دي لان ده مش تخصصي. ماشي، ميرسي جدا. شكرا رانيا، شكرا لاتصالك حبيبتي. ومعنا ميري من كندا، اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي. اتفضلي. اهلا. انا كان عندي سؤال دكتور. انا لما باكل يعني اي حاجه بحس ان انا عندي انتفاخ جامد وضغط على بطني وكده، وبطني بتوجعني قوي. رحت للدكتور قال لي ممكن يكون، قال لي يعني القولون العصبي اللي هو irritable bowel syndrome.
بس قال لي يعني ما فيش علاج، يعني هو ما لهوش علاج، فمش عارفة يعني حضرتك سنك كام أعمل سنة؟ إيه. أنا 29 سنة. اوكي، وبناء على ايه قال لك ان هو irritable bowel؟ بس مجرد انه يتكلم معاكي؟ اه مجرد ان هو اتكلم معايا وبس، يعني هو ملوش، وكشف عليكي لكن مفيش تحاليل اتعملت؟ هو لا هو وداني للمتخصص للجاستيولوجيست ايوه حاجة كده، وعمل لي تحاليل دم وكده، والتحاليل طلعت كلها كويسة ما عدا بس حاجة زي قالي ممكن يبقى عندك ويت ألرجي حاجة زي كده، قالي مش متأكد برضو لازم أعمل منظار عشان أبقى متأكد، بس أنا ما عملتش يعني، خفت أعمل منظار ست على كده، فمش عارفة يعني. حاجتين الحقيقة ممكن نفكر فيهم، الويت ألرجي حاجة منهم، ده بنسميها جلوتين ألرجي أو بنسميها سيلياك ديزيز، وحاجة تانية اللي هي اللاكتوز انتولرنس، اللي هي لو مش قادرة تستحملي الألبان. أنا جربتي مثلا تمتنعي عن الألبان والجبن شوية وتشوفي إذا كان بتتحسني؟ لا هو مش بس الألبان، هو كل حاجة، أي حاجة باكلها، حتى لو كل، حتى لو شربت مية، لو كلت عيش، أي حاجة يعني، مش مجرد، ممكن ما باكلش ألبان كتيرة برضه بيحصل لي الموضوع ده. طيب العيش هيدخل مع السيلياك ديزيز والجلوتين الرجي، وده اه سهل تحليل دم يبينه، مش لازم منظار. اه سهل تحليل دم يبين الحكايه ديت، وتحتاجي وقتها هتضطري تبتعدي عن الاكل اللي فيه الجلوتين، ودي حاجات كتيره هتحتاجي تشوفي متخصص في التغذيه نيوتريشنست يقول لك ايه اللي تقدري تاكليه وايه اللي ما تقدريش تاكليه. لكن لو ما طلعش الجلوتين الرجي ولو ما طلعش اللاكتوز انتولرنس بيبقى غالبا يعني بنسميها عسر هضم، اسهل من كلمه القولون العصبي. القولون العصبي اكتر ليه دعوه بالامساك وبالاسهال وبالحاجات ديت يعني. لكن برضو زي ما كنت يمكن جاوبت سؤال حد كان اتصل قبل كده، ممكن تكون بكتيريا موجوده في الامعاء الرفيعه بتخلي الاعراض ديت تحصل، فدي بتتعالج عاده برضو بانتي بايوتكس. ولو تحبي تسالي الدكتور بتاعك الجاسترونترولوجيست عن المشكله ديت، مشكله بكتيريا في الامعاء الرفيعه، اقدري تقولي له سمول باول بكتيريال اوفر جروث، اساليه بس شوفي اذا كان يوافق معانا ولا لا ويديكي الانتي بايوتكس. دي محتاجة كشف معين، ولا ممكن، ولا blood work، ولا بيعرف ازاي البكتيريا موجودة او حلو السؤال دوت، ده مش محتاجه كشف معين لكن محتاجه نتاكد ان مفيش الجلوتين الرجي ومفيش اللاكتوز انتولرانس، ولو لقى ان الحاله محتاجه منظار وما لقاش اي حاجه تانية بالمنظار بيبقى غالبا اللي احنا بنسميها a diagnosis of exclusion، يعني بتستبعدي الاحتمالات التانية وبناء على الاعراض بتقدري تشخصي الحكايه دي، لكن ما فيش ماشي تحاليل معينه ليها. ماشي، متشكرة أوي، ميرسي عفوا أوي، عفوا، ربنا معاكي. شكرا ليكي حبيبتي، شكرا لاتصالك دكتور. ما نفسيش الوقت يسألنا مع المكالمات، يسرقنا مع المكالمات والزحمة والأسئلة، وما نغطيش أجزاء كتير طبعا، هي محتاجة 20 حلقة أنا عارفة، لكن حضرتك أمام المشاهدين وأمام الأحباء اللي ورا الكاميرات تعهدنا انك تديجينا مره تانية. انا عارفه قد ايه وقتك صعب جدا، وقد ايه كان النهارده يعني لغيت قد ايه حاجات، بس انا عارفه ان الرب هيباركك وهيعوضك، ربنا لكن يبارككم. توعدنا في كميه اسئله، لكن مش عايزه افوت إن شاء يعني الله. انه الحلقه تتختم من غير ما نتكلم في جزئيه مهمه. ماذا عن البنكرياس ومشاكل البنكرياس؟ مشاكل البنكرياس صعبة شوية. عموما البنكرياس بيبقى هادي وزي ما بنقول minding its own business، وما بيعملش اي مشاكل غير لما بيحصل معاه بعض الحاجات اللي بتقرقه كده هوت. فمشاكل البنكرياس ممكن تحصل من كذا حاجة الحقيقة، حاجة منهم اللي هي الستونز او الحصاوي بتاعة المرارة، لما بتتحرك من مكانها وتنزل على القناة المرارية ممكن انها تؤدي لالتهاب البنكرياس اللي بنسميها بانكرياتيتس. عادة البنكرياتيتس اللي بتحصل من المشكلة دي بتبقى اكيوت بانكرياتيتس، بس ممكن تبقى سيفير، يعني تبقى التهاب حاد في البنكرياس، وممكن يبقى صعب شوية وممكن يطول، ودي علاجها ان المرارة تتشال علشان تبطل الحصاوي بتاع المرارة تنزل وتعمل التهاب للبنكرياس. دي حاجة. الحاجة التانية الفيري كومن في الناس اللي بتشرب الكحوليات، بيبقى البنكرياس بيلتهب برضو، يا اما اكيوت
يعني بطريقه حاده، او بيتقلب لكرونيك اللي هي بطريقه مزمنه، وده بيبقى الوجع بتاعه صعب شويه وبيؤدي لفقدان في الوزن. دولت اكتر مشكلتين ممكن يحصلوا مع البنكرياس. المشكله الثالثه طبعا هي مشكله الاورام، اللي طبعا اكتر حاجه بنقلق منها اللي هو الكانسر بتاع البنكرياس، وزي ما حضراتكم يمكن عارفين دوت مرض مش كويس لانه عاده علاجه صعب. اشكرك جدا. ناخد اتصال اخر، واختي ناديه من كندا اهلا بيكي. اختي ناديه من فضلك حاولي الاتصال، وفرصه في الوقت ده ارجع لحضرتك تاني، يعني في موضوع مهم ونفسي اسالك فيه عن كيفية التحضير للفحص. النهاردة أنا عايز أروح أعمل منظار، إيه اللي المفروض الخطوات اللي أعملها وإيه الأمور المتبعة قبل الفحص يا دكتور؟ ضروري قوي قبل ما تخلص الحلقة. شور تفضل. شور، على حسب نوعية المنظار. لو المنظار اللي بتاع الجهاز الهضمي العلوي محتاج بس أصوم عن الأكل والشرب عادة 8 ساعات، مرات اكتر شويه على حسب لو في مرض معين بيؤدي الى انه المعده مش بتفضي الاكل بتاعها بانتظام، لكن عاده 8 ساعات او اللي احنا بنسميها ان اوفر نايت فاست، يعني العيان يقدر ياكل، يقدر يتعشى، يقدر بعد العشاء ياخد حاجه تانية لو عايز، لكن من بعد الساعه 12 بالليل ما لا ياكل ولا يشرب حاجه لغايه تاني يوم، ويروح بس بطنه فاضيه والمنظار يتعمل. دكتور ده بالنسبه لمنظار المعده بس، المنظار المعده. ساعات. بالظبط. طيب كده ماذا عن ادويه وعقاقير يجب اني اكون بوقفها قبل المنظار؟ وايه المده قد ايه، يعني قبل مثلا المنظار بقد ايه اقدر اوقف بعض الادويه اللي ممكن انها كلها تاثير؟ اي ادويه تكون بتسبب سيوله في الدم، في بعض امراض القلب بياخدوا ادويه معينه بتؤدي لسيوله في الدم، دي مفروض ان هي بتقف قبل المنظار، بس دي طبعا محتاج المريض يتكلم مع الدكتور بتاعه، وغالبا محتاج يتكلم مع دكتور القلب علشان ما يكونش بيوقف الدواء دوت ويعمل مشاكل في القلب. لكن في دواء اسمه بلافكس مشهور هنا في امريكا، ده محتاج يقف تقريبا 5 6 ايام قبل المنظار. في دواء اسمه كومادين او معروف يمكن باسمه وارفرين، ده اللي هو الجينيريك بتاعه، ده محتاج يقف حوالي 4 ايام قبل المنظار، لكن زي ما قلت ده العيان محتاج يتكلم مع الدكتور بتاعه قبل ما يعمل حاجه زي كده. الاسبرين يستحسن يقف تقريبا 5 او 6 ايام برضو قبل المنظار، لان ده ممكن يعمل سيوله في الدم. مسي دكتور عن ضغط الدم، عن التنفس، عن حالة القلب أثناء المنظار؟ لا قبلها، إزاي أكون مستعد؟ المفروض ضغط الدم يبقى إيه؟ المفروض إن التنفس بيبقى حالته إيه؟ التنفس عادة بيبقى كويس، لأن لو في مشكلة في النفس وأنا قاعد كده بتكلم يبقى غالبا أنا مش في حالة تسمح لي إن المنظار يتعمل. ضغط الدم لو أنا باخد أدوية للضغط بتظبطه، المفروض أكمل عليها علشان لما نقدر ننيم المريض ما يكونش في مشاكل بتحصل، بكمل الادويه بتاعه الضغط. طيب ده بالنسبه لمنظار المعده، ماذا عن منظار القولون؟ وده اللي بيتعمل من خلال الشرج. قد ايه بيحتاج وقت؟ ازاي اجهز نفسي قبله؟ قد ايه من الساعات لازم اكون مش واكل؟ ايه السوائل اللي لازم اخدها عشان كاسلوب تحضيري لعمل المنظار؟ التحضير للمنظار ده مهم قوي، لانه لو القولون ما كانش نظيف ما بنقدرش كدكاتره نكشف كشف كويس، فما بنعرفش، ما بنقدرش نشوف ايه اللي حاصل في المنظار في بطن العيان. فعادة اللي بنعمله بنطلب، ودي صعبة شوية انا عارف بتبقى، لكن بنطلب من المريض انه يصوم عن الاكل لمدة ال 24 ساعة اللي قبل المنظار، يشرب سوائل اللي بنسميها بس كلير ليكويدز، زي عصير التفاح، زي حاجة اسمها جيتوريد، زي الشاي، بس طبعا من غير التفل بتاعه ومن غير اللبن والحاجات اللي زي كده. ممكن يشربها المريض لكن يشربها بكميات كتيرة، لأنه مش هيكون بياكل في اليوم اللي قبل المنظار. وبعد كده في بعض الأدوية المسهلة اللي بتتوصف الدكتور بيديها للعيان علشان يقدر يكون بينظف البطن، ودي طبعا بتنتج عنها إسهال لفترة العصرية اللي قبل المنظار لغايه لما يروح تاني يوم العيان بالبطن وتكون نظيفه. دي ادويه عاده بتبقى روشتات ومش هقدر اتكلم عنها دلوقتي يعني. كويس يا دكتور، لكن في ايه؟ ده الجانب اللي المريض المفروض يكون مستعد ليه. بالظبط، يكون عارفه. ده اليوم اللي متعب قبل منظار القولون، بعد كده المنظار نفسه سهل وما فيهوش اي حاجه تخوف يعني. عشان كده نفسي اسال حضرتك برضو ماذا عن اثناء الفحص الميكروسكوبي او الفحص بالمنظار؟ بالمنظار نعمل ايه؟ نفسي العيان يكون مطمن انه رايح شايف دكتور ان شاء الله يكون سمعته كويسه وشاطر، وبيروح يهدى كده، هو تصلي قبل ما تدخل على المنظار ان ربنا يكون بيمسك ايد الدكتور بتاعك
وبتاخد ادويه بتنيمك وبتهديك ومفيش اي حاجه بتحصل بعد كده غير بنعمل المنظار الفوقاني، بياخد تقريبا 5 لـ10 دقائق، منظار القولون تقريبا بياخد تلت ساعه وخلاص، والعمليه بتعدي بسلام. اشكرك دكتور، وناخد اخر اتصال وبنعتذر لكل اخواتي. اختي ماجده من كاليفورنيا، اهلا بيك حبيبتي. ايوه مساء الخير، رب يبارك وبارك خدمتكم. الحقيقه معايا؟ انا معاكي. معاكي حبيبتي. ايوه الحقيقه انا عندي بنتي عندها حوالي 26 سنه وبيجي لها اغمى، يعني الدور ده حصل لها 3 مرات ودخن على الدكاتره يعني بيغمى عليها خالص توتالي يعني لوس كونشس، ورحنا دكاتره مش عارفين ايه، وعملنا كل المنظار واكس رايز وكل الحاجات الحديثه دي ومش عارفين، وفي الاخر مره الدكتوره قالت عندها حاجه اسمها فيجول نيرف، هو ده اللي بيعمل كده. فمش عارفه هي حاجه يعني قلقانين جدا لان يعني ما لهاش اي مقدمه، مره واحده كده تغمى عليها كده يعني خالص. مش بيحصل لو حاجه مثلا خافت منها شافت منظر؟ لا لا لا، ولا حاجه خافت منها ولا زعلانه ولا مشكله ولا حاله نفسيه، لا تكون نايمه وتصحى تحس انها عايزه تخش الحمام، وبعدين بعد شويه تقول يا دوبك تنده، يعني صادف ان حصلتها لها مرتين وسمعناها. وبعدين؟ وبعدين نروح نلاقيها واقعه، مش واقعه يعني منين ما هي قاعده، قاعده قاعده المكان يعني قاعده وما فيش عينيها غايبه وجسمها زي حته الخشبه كده. كلم 911 يقعدوها، وبعد كده يجوا الدكاتره ومش عارفه ايه ويقولوا ما فيش حاجه، اول مره قالوا ديهايدريشن. وبعدين فتره زي سنه كده وحصلت لها تاني بعد كده. لما بيجوا ال 911، معلش علشان يمكن وقت البرنامج، لما بيجوا ال 911 يكشفوا عليها بياخدوا عينه الدم يشوفوا السكر اخباره ايه؟ بياخدوا، ما فيش حاجه، ما عندهاش سكر. ما عندهاش سكر، لكن السكر بيبقى واطي؟ لا نورمال، كل حاجه نورمال، كل حاجه نورمال. لا دي صعب شويه ان انا اعرف ايه اللي حاصل فيها دلوقتي. في بعض مشاكل السيجرز او هي الصرع ممكن تحصل بالطريقه دي. ده بيقولوا النيرف فيجل نيرف بطنها. فيجل نيرف صعب شويه ان يكون بيعمل كده من وصف حضرتك يعني. لكن بتاخد بس يعني مش اكتر من 2 3 minutes 5 minutes كده بس. يعني حاسس ان ديت شويه بره التخصص بتاعي فمش قادر قوي اتكلم فيها، انا اسف. النيرف ده ما يعملش كده؟ لا المفروض لا، الا اذا حصلت حاجه تخوفها او تخضها او كده. عاده الناس اللي بيغمى عليها من كده حد يكون شاف منظر دم، حد يشوف كان حد تعبان او عيان او كده فيتخض من المنظر فيغمى عليه، لكن من غير حاجه خالص صعب شويه ان يكون ده الفيجل نيرف. انا قاعده في البيت على طول يعني مش بتحرك ودايما عيانة يعني بقالي كذا سنة، وهي يعني تعبانة معايا في خدمتي وكده، فيمكن ده يكون سبب. مش قادر أقول لك، احتمال طبعا. ممكن. مثال احتمال. محتاجة تشوف الدكاترة بتوعها المتخصصين في حاجة زي كده. شافت دكتور أمراض عصبية أو حاجة؟ أمراض لا، في اللي هو الفاميلي براكتس ده بس. لو شاف الدكتور أمراض عصبية يمكن يبقى كويس، يمكن يساعدها إنها تشوف لو في حاجة زي كده زي السيجرز او نوع من انواع الصرع بيعمل كده. مش سيجر، ما انا عارف ان شكلها مش سيجر، بس مرات السيجر بتعمل الحكايه ديت زي اغمى كده. يسموها بيتي مال سيجرز، ممكن تعمل كده. يعني نروح لدكتور ايه؟ امراض عصبيه. دكتور امراض عصبيه. ميرسي، شكرا لك يا حبيبتي، شكرا لاتصالك. معلش يا دكتور نستاذنك ناخد بعض الاتصالات السريعه من فضلكم. معلش يا دكتور، مين معايا؟ اهلا بيكي. الأخ جورج من شيكاغو، أهلا بيك. أهلا وسهلا. لو سمحتي في سؤال سريع كده الدكتور. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. مراتي عندها روماتويد
أيوة. خدت دراشيم كتيرة، وحضرتك طبعا قلت كلمة كويسة، السايد افكت بتتعب. صح. فأخيرا قالوا لها تاخد هيومرا اللي هي الحقن اللي في البطن دي، عارفها. فلما ابتدت تاخد الحقن اللي في البطن ابتدت تحس بوجع شديد جدا تحت المعدة في المصارين نفسها. وبعدين لما راحت للدكتور فقال لها يعني آخر كولون تيست حصل كان في نتوءات لبرة، النتوءات دي ربما تكون في انفكشن في واحدة منهم. صح. فابتدى يديها اثنين كورس بتاع انتبيوتيك. راح كان عندها شديد جدا الدائرية. وبعدين ابتدى بعد كده يبقى عندها الألم دوت كل يوم كل يوم باستمرار ويجي لها باستمرار. فما نفعش الاثنين، يعني الاثنين انتبيوتكس كانوا تعبوها برضو، وغيرت واحد منهم خدت واحد تاني. المهم الاثنين كورس خلصوا، بس الدائرية خلصت بس الألم الشديد ده لسه عندها، لدرجة ان هي دلوقتي قالت ربما يكون من الهيومرا دوت، بطلت الهيومرا دوت. حضرتك تنصح بيه دلوقتي، هل يعني تعمل كولون تيست تاني او نعمل ايه دلوقتي؟ انا هسألك كم سؤال. الهيومايرا دوت بتاخده تحت تحت في البطن مش كده؟ مطرح ما انا بشاور كده تقريبا؟ تحت ايه؟ تحت في بطنها. في البطن. ايوه. طيب هي بتاخده مره في الاسبوع ولا كل قد ايه؟ افري يعني 15 دايز، كل اسبوعين. طب والوجع بتاع البطن بيبقى مستمر ولا بيحصل بس بعد الحقن؟ لا مستمر. مستمر. اخر مره عملت كات سكان كان امتى؟ كات سكان مش كات سكان. ايوه عملت. طب وده طلع فيها الالتهاب بتاع الدايفرتيكولايتس دي مش كده؟ لا هو من الكولن تيست اللي هو اللي طلع النتائج دي. ما هو ده غالبا اسمه دايفرتيكولايتس. من شهرين اخذت كورس. طب بيجي لها حراره؟ لا مفيش حراره. طب تحاليل الدم بتبقى اخبارها ايه؟ تحاليل الدم كويسه، ما بيبقاش الوايت سيل كاونت بتاعت كرات الدم البيضاء ما بتبقاش عاليه؟ لا الدكتوره قالت لها في ترسيب عالي. لا الترسيب العالي دوت ممكن يجي من الريماتويد نفسها وممكن يجي بالظبط. بالظبط. بص لو هي دايفرتيكولايتس، لو هي التهابات القولون اللي عامله كده وبتفضل معاها بفتره مستمره بالمنظر ده، احتمال تحتاج عمليه في القولون. الدكتور بتاعها يقدر يبص في الاشعه ويقول اذا كانت محتاجه العمليه ديت ولا لا. الحقن نفسه ممكن يعمل وجع، بس مش مفروض الوجع يستمر لفتره طويله بعد الحقن، يعني المفروض بيبقى في اول يوم او اثنين. الكلود اللسان؟ لا اللسان من الحقن؟ لا طبعا. اللسان لا مش مفروض. ما هو ده بيجي مع ده. بيحصل ايه في اللسان؟ ده مربوط مع ده. بيحصل ايه في اللسان؟ في الاسهال. الاسهال الدائريه. انا اسف. الاسهال بيبقى اكتر مع الاسهال بيبقى اكتر مع القولون، او اذا يعني من التهاب القولون اللي هي الدايفرتيكولايتس، او اذا كانت اخذت انتيبايوتكس ممكن الانتيبايوتكس تعمل الاسهال دوت. اسم الانتيبايوتكس اللي ادها لها ايه لو تفتكر؟ اسم الانتيبايوتكس لو تفتكر في واحد تقريبا هما غالبا بيدوا اتنين في الحاله اللي زي كده، بيدوا حاجه اسمها سيبرو وبيدوا حاجه اسمها فلاجل. حضرتك معانا؟ ايوه انا اسف. اتفضل لو عندك الادويه قول لي اساميها. يا كيبرو فلوكس. ايوه سيبرو 500. بس الثاني مش عارفه. معلش عاده دولت مش مفروض يكونوا بيعملوا اسهال. انا مش قادر بالظبط اعرف تفاصيل الحاله بتاعه المدام، لكن غالبا التهاب القولون مستمر معاها، واذا كان الكاتس كان اللي اتعمل ما كانش من فتره قريبه محتاجه غالبا تعمله تاني، لان لما بيكون في مرض زي الروماتويد ارثرايتس بيستدعي ان الواحد يستعمل دواء زي الهيومايرا دوت، ده بيقلل المناعه بتاع الجسم،
فممكن يكون احتياجها للعملية في القولون أسرع من إحنا متخيلين. فاخدها للدكتور تاني، خليه يعمل لها كات سكان تاني لو هو بيوافق مع الرأي بتاعنا. أنا أحب أقول برضو إن البرنامج هنا أنا مش عارف حالة المدام بالظبط، فيعني أنا مجرد بدي رأيي، لكن الرأي الأول والأخير للدكتور بتاعها. شكرا لاتصال حضرتك، وسامحونا عند يعني ان احنا مش هنقدر ناخد اي اتصالات تاني. دكتور في كمية اسئلة، وطبعا انا عارفة انه ما فيش متسع في الحلقة ان احنا نعمل كده، لكن في سؤال ختامي، ما بعد المنظار يا دكتور؟ تكلمنا على التحضير للمنظار، اثناء المنظار، ما بعد المنظار، وماذا عن، مش عايزة اقول مضاعفات لانه هو مضاعفاته نادرة، لكن ماذا عن مرار في طعم البق، ماذا عن انتفاخ في البطن، والقد ايه وقت بيستمر هذه الاعراض؟ المنظار بتاع الجهاز الهضمي العلوي عادة ما بيعملش اي انتفاخات او اي مشاكل، لانه بيبقى مدته صغيرة وسريع، فده عادة ما بيعملش حاجة. المنظار بتاع القولون شوية، لان القولون اطول وملتوي حبة، فبنضطر ان احنا نستعمل شوية هواء علشان نقدر نشوف سكتنا واحنا داخلين بالمنظار، فده بيبقى بيعمل شوية انتفاخات. لكن مفروض انه لو العيان في الريكفري روم بيقدر ان هو يخلص من شوية الهواء الزيادة دولت، بيستريح في خلال ساعة او ساعتين بالكتير يعني. بعد ما بيفوق بياكل اللي هو عايزه، ما فيش اي موانع انه ياكل اي حاجة، الا لو الدكتور اللي عمل المنظار شاف مشكلة معينة بتستدعي انه يستمر مثلا على السوائل او يستمر من غير اكل شوية، يعني في حالات خاصة. لكن اغلبية الحالات يعني اغلبية العيانين لما بتيجي عندي بيكون قبل ما بعمل المنظار بقوله ناوي تاكل فين بعد كده، لان كلهم بيبقوا ناويين يطلعوا في حتة بعد كده يروحوا ياكلوا، فما فيش مشاكل يعني. دكتور اشكرك جدا جدا، لكن نفسي في الختام اقدر اقول عليها روشتة روحية. انا برايي يا دكتور بشوف كده شكل المنظار وهو بيتوغل في جميع اجزاء الجسم وبالذات في الجهاز الهضمي، كلمة الله كده بتتوغل في جسم الانسان وفي قلب الانسان، بتكتشف الداء وتشخص الداء، لكن كمان تعالج. أمين. ايه رايك يا دكتور؟ انا موافق معاك، وكلمة الله احسن من كده كمان، لان مش محتاجة تدخل في حتة، شايفة من بعيد. هللويا. شكرا جدا دكتور إيهاب، شكرا عشان وقتك، عشان محبتك، علشان اسلوبك السلس الجميل وطول اناتك في ردك على المشاهدين. شكرا ليك. شكرا جدا ليك حبائي، شكرا جدا لمحبتكم مرة تاني. بذكر حضراتكم انه احتياج الكرمة مازال قائم، تحدي الكرمة مازال موجود، المبلغ لم يكتمل بعد، لسه المشكلة قائمة، محتاجين نحتوي هذا الامر ده زي ما قلت لحضراتكم حتى ما يكونش بيشكل عائق على استمرار الخدمة داخل المحطة. شكرا جدا ليكم يا حبايبي. فعلا نفسي في الاخر اقول لكم انه العلاج الوحيد اقرب لمجهر كلمة الله حتى تكشف كل الداء اللي عندي، وبالتالي اقدر اعرف ازاي اسمو بحياتي حتى اصل اني اعيش حسب ما يحق لانجيل المسيح. واخيرا وليس باخر، فاللقاء يتجدد معكم، ولقاء جديد ومعا نحو عالم افضل.